تمام، يسعد مساكم يا أصدقاء، ونبدأ أمسيتنا إذن. طيب اسمحوا لي بالبداية برحب بزميلة نورجان سرقاية معنا مجددا في منتدى المستقبل. وست نورجان، انتهت فرصة الضيافة لإلك، يعني انت هلا جزء من البرنامج، وبالتالي ما عاد في داعي لا ضرورة للترحيب ولا للتقديم بالمنصة. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية وتفضلي. شكرا أستاذ علي، يسعد أوقاتكم جميعا. أتشرف بالمشاركة في منتدى المستقبل مع هذه النخبة من كافة مكونات المجتمع السوري. طيب إذن لنباشر الأمسية والبداية من عندك. للتذكير فقط، وكما هو معروف ستكون مدة الندوة ساعتين متواصلتين وستقسم إلى جزئين. الأول نستمع فيه لمقدمة من ضيفنا عن الموضوع قيد البحث، أما الجزء الثاني حواري سأتشارك بإدارته مع الأستاذ علي الحاج حسين. سيطرح فيه المشاركون الأسئلة والمداخلات، 3 دقائق كحد أقصى لكل مداخلة، وأيضا نتلقى أسئلة ومداخلات المتابعين أونلاين. أما عن موضوع الندوة، كما تعلمون كان من المقرر عقد المؤتمر 4 للمجلس الوطني الكردي بتاريخ 14 تشرين الثاني 2022، وقال المجلس في بيانه أنه حصل على تأكيدات على عدم وجود عائق قانوني لمزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي دون الحاجة إلى أي موافقات أمنية مسبقة، ومع ذلك تم منع انعقاد المؤتمر. أما ضيف الندوة هو الأستاذ سليمان أوسو، وبما أنه شخصية سورية عامة سأختصر وأقول عنه باقتضاب. الأستاذ سليمان أوسو مواليد قرية تل ديك التابعة لناحية الدرباسية بمحافظة الحسكة، حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. انخرط في النشاط السياسي في نطاق الحركة الكردية منذ كان طالبا، وانتظم في صفوفها، وقد تعرض للاعتقال التعسفي عدة مرات. شهد الأستاذ سليمان العديد من التحولات السياسية في الحركة الكردية كناشط، ومن ثم كعضو قيادي في أحزابها، كما ويشارك في العديد من الهيئات التحالفية والمنظمات والحركات المدنية في سوريا. حالياً المهندس سليمان أوسو، إضافة لكونه يشغل منصب سكرتير حزب ياكيتي الكردستاني سوريا، أيضاً هو عضو في هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا. مرحبا بك أستاذ سليمان، كيف الحال؟ unmute please. عندك ميوت أستاذ سليمان. أستاذ سليمان عندك ميوت. مايك أخوك أستاذ. طيب في مشكلة بالمايك استاذ سليمان، ممكن تفتح المايك بعد اذنك؟ ان ميوت. ايوه يسمع. تمام ذات از اوكي. كيف الحال شكراً. استاذ سليمان اهلا وسهلا، شكرا استاذ نورجان، شكرا الاستاذ علي الحاج حسين الذي يدير هذه الندوات في منتدى المستقبل. شكرا لكل الاخوه المشاركين وضيوفكم. شكرا لحضورك استاذ سليمان، لك الوقت للتمهيد قبل الحوار، كلنا اذان صاغيه، تفضل استاذ سليمان. بدايه مثل ما حكيت ارحب فيكم جميعا كاداره المنتدى وللاخوه في منتدى المستقبل وللاستاذه نورجان والاستاذ علي الحاج حسين، وارحب بضيوفكم من الاخوه من المكون العربي. لذلك ابدا من يعني بعض التوضيحات حول يعني الجانب التاريخي للوجود الكردي في سوريا. نحن كمجلس وطني كردي نعتبر بأنه بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية ارتبط مصير جزء من الشعب الكردي مع مصير جزء من الشعب العربي وبقية المكونات السورية الأخرى ضمن الحدود السياسية للدولة السورية الحالية. عملنا جنبا إلى جنب من أجل استقلال سوريا، وقدمنا الكثير من التضحيات لذلك،
تنكرت الحكومات المتعاقبة على دفة الحكم في سوريا للدور الوطني المشهود للكرد، ومارست بحقهم سياسات تمييزية تصاعدت حدتها بعد سيطرة حزب البعث على الحكم، الذي طبق مشاريع عنصرية بحق الكرد ومناطقهم لمحو الخصائص القومية للشعب الكردي وتغيير ديموغرافيته. استخدمت القوات الأمنية التابعة للنظام الرصاص الحي في قتل المدنيين في أحداث ملعب قامشلو، وكان سبباً في انتفاضة 12 آذار المجيدة 2004. وقف الكرد بوجه هذه السياسات والمشاريع العنصرية منذ تأسيس أول تنظيم سياسي كردي عام 57، الذي اعتمد النضال السلمي في تحقيق أهدافه، وربط بين مسألة النضال من أجل رفع الظلم عن الشعب الكردي وتحقيق حقوقه القومية، وبين النضال الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. منذ انطلاقة الثورة السورية، شاركت الحركة الشبابية والحراك الشبابي والحركة الكردية في هذه الثورة منذ بداياتها، واستطاعت يعني الحركة الكردية أن تؤطر نضالها وتوحد رؤاها بإعلانها عن المجلس الوطني الكردي في 26/10/2011 برؤية سياسية واضحة وبرنامج عمل يتوافق هو المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد. عمل المجلس الوطني الكردي إلى جانب القوى المعارضة وضمن صفوفها ليكون جزءاً من الحل وشريكاً في رسم مستقبل البلاد، وتأطر ذلك بانضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في 27/8/2013. كان لممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف دوراً في ترجيح كفة التصويت لصالح القبول في الدخول بالمفاوضات في جنيف 2 برعاية دولية، لأننا نؤمن نرفض الحل كنا نرفض الحل العسكري ولا زلنا، ونؤمن بالحوار إنما تحت رعاية دولية على أرضية قرارات جنيف 1 والقرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية. يحمل المجلس الوطني الكردي النظام مسؤولية عرقلة الحل السياسي وعدم تطبيق القرارات الدولية لحل الأزمة السورية. على الصعيد الوطني السوري نعمل على تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الشأن، لا سيما القرار 2254 لإنجاز الحل السياسي الذي يفضي إلى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة، وإلى إنهاء الاستبداد والإتيان بالبديل الديمقراطي بما يضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد، وإلغاء محاكم الإرهاب السورية والأحكام التي صدرت عنها، وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية وإعادة المفصولين إلى وظائفهم وأعمالهم، إعادة المهجرين والنازحين إلى بلدهم وديارهم الأصلية، وتأمين مستلزمات عودتهم بأمان وفقاً للقرار 2254 بما يشمل سكان منطقة عفرين وسريكانية وجريسبي، إخراج المقاتلين والقوات والميليشيات غير السوريين من الأراضي السورية، استعادة جميع الأراضي السورية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها عفرين وسريكانية وجريسبي، وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمساءلة عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلغاء كافة السياسات والمراسيم والإجراءات الاستثنائية التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي وإزالة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين عنها، إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها سابقا، في المقدمة منها مشروع الحزام العربي وإجراءات التعريب وإعادة الجنسية لمن سموهم نتيجة الإحصاء الاستثنائي عام 62 بالملغيين وأصبحوا بموجبها مكتومي القيد، تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وضمان ذلك في الدستور، والعمل على رعاية الأمومة والطفولة، محاربة الفقر وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، محاربة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكاله وصوره، كتابة دستور توافقي جديد يضمن حقوق جميع المكونات السورية. هذا فيما يتعلق بنضالنا كمجلس وطني كردي.
على صعيد الوطني السوري. يعني فيما يتعلق بعملنا كمجلس وطني كردي من أجل وحدة الصف الكردي، طبعا كما ذكرنا بأن المجلس الوطني الكردي عندما تأسس دعا جميع الأطراف السياسية بما فيها حزب الاتحاد الديمقراطي إلى توحيد جميع الطاقات الكردية السياسية وجميع يعني في إطار المجلس الوطني الكردي. وقتها رفض حزب الاتحاد الديمقراطي لسبب اتفاقه مع النظام وخياراته التي اختارها لنفسه. لم يكتفي المجلس بهذا الجانب، بل عمل على، تفضلي إذا بدك تسألي شيء. أنا هيك حطيت مقدمة لحتى ندخل بالموضوع، يعني قلت ربما يكون في كثير من الناس الذين يريدون أن يتعرفوا على مواقف المجلس الوطني الكردي على جميع نعم هذه. نعم أستاذ سليمان، يعني ما هذا الموضوع؟ كان في أصدقاء فتحوا الميكروفون وصار في تشويش، فعم نقول لهم يا ريت تسكروا الميكروفونات. تفضل. تمام، مثل ما حكينا قلنا أن المجلس الوطني الكردي تأسس من أجل وحدة الصف والموقف الكردي، وكان حزب الاتحاد الديمقراطي من الأحزاب المدعوة إلى الانضمام إلى المجلس، إنما رفض المجلس، يعني رفض الانضمام إلى المجلس وذهب إلى خيارات أخرى. لم يكتفي المجلس بهذا الجانب، إنما دخل في مفاوضات من أجل وحدة الصف وعقد عدة اتفاقيات مع بي واي دي في هولير، في اتفاقية هولير واحد وهولير اثنين برعاية الرئيس مسعود البرزاني. توافقنا على رؤية مشتركة في 2012 حول مستقبل سوريا. نحن كمجلس استجبنا للمبادرة الفرنسية من أجل يعني المفاوضات بيننا وبين بي واي دي عام 2019. استجبنا للمبادرة الأمريكية ب 2020 وأنجزنا. طبعا المبادرة على أساس أنه يتم التفاوض بين المجلس الوطني الكردي وبي واي دي على أرضية اتفاقية دوق. أنجزنا العديد من نقاط اتفاق دوق، من أبرزها الرؤية السياسية المشتركة والمرجعية والكثير من النقاط الأخرى. لم يص يعني بسبب الانتهاكات التي قامها بي واي دي تنصلي لإفشال الجهود الأمريكية من أجل يعني استكمال هذه المفاوضات بسبب انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. توقفت هذه المفاوضات. الفريق الجديد الذي عاد إلى سوريا أو إلى هذه المنطقة يعني السفير ديفيد براونشتاين عمل من أجل إعادة هذه المفاوضات، وأنجز وثيقة ضمانات يعني وقع عليها السيد ديفيد براونشتاين ممثل الخارجية الأمريكية والسيد مظلوم عبدي كضامن من قوات سوريا الديمقراطية. لم يستطع ديفيد براونشتاين تطبيق هذه الوثيقة، والسفير الممثل الآخر الذي جاء من بعده ماث بيورال أيضا لم يستطع أن يطبق هذه الوثيقة. السفير الجديد نيكولاس الذي جاء مؤخرا إلى يعني شمال شرق سوريا أو كممثل أعلى للخارجية الأمريكية أكد لوفدنا في واشنطن، يعني الخارجية الأمريكية أكدت لوفد العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الكردي بأن من أحد مهامه هو إعادة المفاوضات الكردية وإنهاءها وإنجازها. في لقاءاتنا معه طلبنا منه أن يكون لهم دور في، نحن على أبواب عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي، وطلبنا أن يكون لهم دور في أن نستطيع بعقد مؤتمرنا بدون أي معيقات. أخبرنا يعني السفير بأنه تواصل مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، ومن حيث المبدأ ليس
لديهم أي مانع من عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي في الصالة، وأبلغوا صاحب الصالة صالة زانا بأنهم موافقون على عقد المؤتمر. تفاجأنا بساعة متأخرة بالليل من الليل بأنهم يرفضون عقد المؤتمر بدون أخذ الرخصة. وموقفنا كمجلس وطني كردي واضح من مسألة أخذ الترخيص، لأنه نحن نعتبر أنفسنا أصحاب هذه الأرض وأحزاب عريقة تاريخها أقدم بكثير من تاريخ بي واي دي. وأيضا قبل المفاوضات قضية بي واي دي، سيد لقمان يا ريت سكر المايك، سيد لقمان سكر المايك لو سمحت. تفضل أستاذ سليمان. قبل البدء بالمفاوضات التي ذكرتها بالرعاية الأمريكية كضمان أو ك ك ك يعني خطوة من أجل يعني خطوات مثل ما يقول بناء الثقة، أصدرت هيئة الداخلية التابعة لإدارة يعني في الإدارة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في 17/12/2019 بيانا يؤكد، أو هذا البيان يؤكد بأن المجلس الوطني الكردي له الحق في القيام بالنشاطات السياسية والإعلامية ويعني بجميع النشاطات بدون أخذ ترخيص من أي جهة كانت. لذلك نحن سبق وقلنا للجانب الأمريكي بأننا لا نأخذ التراخيص، وتفاجأنا بمنع هذه يعني بعقد مؤتمرنا. هذا تراجع عن موقفهم التي أكدوا فيها للجانب الأمريكي، وهذا الموضوع عائد للجانب الأمريكي أن يسأل لماذا هذا التراجع. بعد ساعات يعني من منعهم في 14 يعني الشهر الجاري، قررنا يعني كقيادة المجلس والأحزاب يعني المجلس قررنا عقد المؤتمر في أحد قاعات أحزاب المجلس، حزب البارتي. للأسف داهموا المقر وهددوا المؤتمرين الاعتقالات ومداهمه، وداهموا القاعه ونزلوا الى صفوف يعني المؤتمرين. ونحن اعتبرنا بان الجلسه الاولى للمؤتمر عقد، وتم يعني شكر جميع الحضور من قبل السيد رئيس المجلس، واكد السيد رئيس المجلس بانه هذا التصرف الذي قام به مسلحو بي واي دي يؤكد عدم يعني صلاحية أو عدم قدرة أي طرف، أو هنالك أكثر من رأي أو أكثر من جهة تتحكم بالقرار السياسي. وتوضح بأن الجهة التي يعني تنسق مع الجانب الأمريكي ليست صاحبة القرار، إنما القرار عائد لجهات أخرى هي التي منعت عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي. تفضلوا. أنا شكرا لك. شكرا أستاذ إيمان، شكرا لك على هذا التمهيد. أعزائي الحضور على المنصة، يرجى التسجيل على الدور، صار في عنا ناس مسجلين على الدور. أيضا من يتابعنا أونلاين يرجى إرسال الأسئلة والمداخلات ولتشاركونا الحوار. قبل أن أبدأ فقط بدي أقول أنه اليوم تتعرض المناطق الشمالية الغربية والشرقية من سوريا لقصف متواصل، تضاف هذه لمحنة أهلنا في مخيمات النزوح. نتمنى للمدنيين السلامة. رح أبدأ معك أستاذ سليمان، وبما أنه الحضور كثيف والأسئلة كثيرة فرح نكون دقيقين بالأسئلة ونختصر قدر الإمكان. وسؤالي بالبداية حيكون تمهيدي أيضا، يعني قبل حوالي 3 أسابيع استضفت في ندوة 2 من قيادة مسد، وسألتهم عن منع المجلس من عقد اجتماعاته في القامشلي ليضطروا لعقدها في أربيل أو في أي مكان خارج البلد. أتذكر أني تلقيت جواب بما معناه
هذا خيارهم، يجتمعون أينما يشاءون ولا أحد يمنعهم من الاجتماع. من هنا أنا أتساءل، برأيك أستاذ سليمان، ما هي دوافع المنع؟ هذا أولا. ثانيا، هل هي سياسية للاستفراد بالشارع الكردي يا ترى؟ وقد تكون أمنية خوفا على حياة الناس في ظل الظروف المتوترة حاليا في المنطقة. فأنتم داخل يعني كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، فعن قرب تنظرون للأمور، فوضحوا للناس في المجمل، يعني برأيك من المستفيد من هذا المشهد؟ أنتم تتهمون بي دي دون توضيح الأسباب بدقة وتفصيل للمواطن السوري اللي موجود بالسويد، اللي موجود بدرعا، اللي موجود بحمص، أيضا يهمه أن يعرف بتفاصيل. السؤال، ما هي فائدة بي دي من هذا التصرف برأيك أستاذ سليمان؟ بتقديري يعني مثل ما حكينا، يعني إحدى الأسباب مثل ما أكدوا الخارجية الأمريكية بأنهم سيعملون على إعادة المفاوضات الكردية، هذه رسالة يعني لأجل وضع عائق أمام الجهود الأمريكية في إعادة المفاوضات. لماذا يرفضون إعادة المفاوضات والالتزام بما؟ لأنه وثيقة الضمانات تؤكد يتم العودة إلى طاولة المفاوضات وتبدأ من النقطة التي توقفت عندها، يعني لن نعود إلى الوراء، النقاط التي تم الاتفاق عليها لن نعود إليها. هذا يعني طبعا الاتفاق أنه الشراكة الفعلية بين المجلس الوطني الكردي والبي واي دي، يعني هذا وضع عائق أمام الجهود الأمريكية من أجل إعادة المفاوضات الكردية. ليش مثلا يضع عقود، يعني عوائق الهدف أو لعدم قناعتهم بالشراكة؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هم يعني يقومون بهذه المضايقات للمجلس الوطني الكردي، بنفس الوقت يقولون أن المجلس لا يمثل أحد، والمجلس ليس لديه أحد في الشارع الكردي. من يعني عقد هذا المؤتمر وبالشكل العلني بتقديري كان تكون صفعة لهم بأن المجلس له جذور بين جماهيره والكثير من الجماهير الكردية وأبناء شعبنا، وأيضا من أطياف المعارضة السورية، وكل السوريين عيونهم على المجلس الوطني الكردي ومؤتمره وما يتمخض عنه من قرارات. المجلس الوطني الكردي طرف أساسي في المعادلة السورية، وبهذه الأساليب لن يستطيعوا أن يمنعوا المجلس من الاستمرار في ممارسة نضاله ونشاطه بين جماهيره. ونحن نعمل على أرض الوطن ومقيمون على أرض الوطن، ونرفض الهجرة، وأيضا نحارب هذه السياسات التي يمارسونها ضد شعبنا ودفعهم إلى الهجرة وركب أمواج البحار. وكل يوم نسمع العشرات من شبابنا الذين يغرقون في هذه البحار خوفا أو هروبا من هذه السياسات والممارسات التي يقومون بها بحق شعبهم. شكرا. بتقديري هم يدينون أنفسهم بهذه الممانعة، وأيضا الشارع الكردي والشارع السوري برمته أدانت هذه الممارسات وأثبتت زيف ادعاءاتهم الذي يقولون دائما أنهم ديمقراطيون، حتى الإسلام سموه الإسلام الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي وكلها ديمقراطية، وفي خطوة عملية أثبتوا بأنهم بعيدون عن الديمقراطية. طيب، شكرا أستاذ سليمان. في الحقيقة أنا كصحفي دائما أتبنى ما قد يطرحه الشارع، وقد لا أكتفي بهذا الجواب اللي تفضلت فيه حضرتك، لكن راح أنتقل لزميلتي نورجان، وبما أنه الدور صار فيه كتير ناس مسجلين عسى ولعل يتاح لي أن أتابع. أستاذ نورة، ماذا لديك قبل أن ننتقل للمنصة؟ نعم، شكرا أستاذ علي. عندي سؤال للأستاذ سليمان لو سمحت. أستاذ سليمان، لتكتمل الصورة حبذا نتعرف بدقة على أسباب منع انعقاد المؤتمر، وأن نعرف أكثر عن هدفكم من عقد المؤتمر في هذه الظروف. ما هو برنامج المؤتمر أستاذ سليمان؟ أيضا سؤال منطقي، لماذا لم تأخذوا موافقة من الأشايس؟ ألا يعني تجاهلكم للإدارة هو موقف رافض لوجودها كليا؟
أستاذة نورجان، والله أنا جاني تليفون لبين ما خلصنا منه الصوت ما انسمع بشكل جيد، يعني لو تحب هرجع يعني. لك. اوكي تمام. لتكتمل الصورة استاذ سليمان، لو بتقدر تحدثنا عن اسباب منع المؤتمر، او نعرف كيف شو هو اكثر عن هدف عقد المؤتمر خاصة بهذه الظروف، ما هو برنامج المؤتمر استاذ سليمان؟ ايضا لماذا لم تأخذوا موافقة من الاشايس؟ هل تمام. يعني ذلك انكم تتجاهلونه؟ تمام. بالنسبة لنا نحن كمجلس وطني كردي عقدنا 3 مؤتمرات، يعني المؤتمر التأسيسي الأول والمؤتمر الثاني ب 2013 والمؤتمر الثالث ب 2015. المؤتمر الرابع هذا الذي سميناه المؤتمر الرابع بعام 2017 حاولنا عقده في أيضا مدينة قامشلو، وتم منعه من قبل مسلحي بي واي دي، بهذه الطريقة بنفس هذا الأسلوب. كان جزء من المؤتمرين موجودين ضمن القاعة، وجزء يعني يتوافدون للدخول إلى قاعة المؤتمر. هي ب 2017 أخرجوا الأخوة الموجودين الرفاق الموجودين ضمن القاعة بقوة السلاح، وأيضا منعوا عقد المؤتمر وهددوا ب يعني الاعتقالات، وأيضا يعني مارسوا الكثير يعني من الأساليب اللا ديمقراطية بحق المؤتمرين. نفس الأسلوب مارسوه هنا يعني ب يعني ب 14 شهر. برنامج مؤتمراتنا اعتيادية، يعني كان المفروض كل سنة تعقد مؤتمر للمجلس الوطني الكردي. بسبب السياسات التي يمارسونها يعني الممارسات الترهيبية التي مارسوها بحق المجلس الوطني الكردي، وليس بخافيا على أحد، موضوع حرق المكاتب والاعتقالات التعسفية لأنصار المجلس الوطني الكردي وقمع التظاهرات ويعني مارسوا يعني بجميع الأشكال اللاديمقراطية، يمانعون المجلس الوطني الكردي من ممارسة نضاله. برنامج المؤتمر كان هنالك 3 وثائق مقدمة إلى المؤتمر، إحداها هذه الوثيقة مشروع البرنامج السياسي للمجلس الوطني الكردي. طبعا قبل في أيضا برنامج سياسي تم إجراء بعض معلش بقاطعك استاذ التعديلات سليمان، فيه، استاذ سليمان وأيضا معلش يا استاذ سليمان خليني اقاطعك، معلش اسمح لي بينا احنا بحوار معك. طيب الوثائق اللي قدمتوها هل فيها يعني ما ينسف وجود بي دي اصلا او عدم الاعتراف فيه؟ ليش انا خطر على بالي هالسؤال هذا؟ لانه قبل بشوي عم تقول انه نحن اقدم تاريخيا وهن تاسسوا امبارح، فالمساله ما تقاس برايها كذا، اليس كذلك؟ لا فهل أبدا، نحن الوثائق أو المسودات ما ينسف وجود بيدي والإدارة كليا؟ يعني ربما فهمتني خطأ. نحن نؤمن بالحوار، وذكرنا بأننا عقدنا 3 اتفاقيات معهم ولم يلتزموا بهذه الاتفاقيات، وآخرها كانت المفاوضات التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني أننا نؤمن بمبدأ الشراكة، هم من لا يؤمنون بمبدأ الشراكة. نحن نعتبر هذه الإدارة تابعة لحزب سياسي، وهم من أسسوا يعني هذه الإدارة، وهم من وضعوا قوانين، وسبق أن طلبوا منا بتقديم التراخيص للقيام يعني أو لممارسة نشاطاتنا. نحن قلنا نحن موجودين قبل وجود هذه الإدارة، ولذلك شرعيتنا في استمراريتنا يعني قبل الإدارة ونحن موجودين ونمارس نشاطنا السياسي. نحن لسنا بحاجة ونرفض أخذ التراخيص، إلا أننا نؤمن بالشراكة ونؤمن. قلنا منذ بداية تأسيس المجلس الوطني الكردي دعونا بي واي دي ليكون طرفا اساسيا في المجلس الوطني الكردي، هم رفضوا، والان هم ايضا مستمرون بهذه العقليه وهو رفض الشراكه مع المجلس الوطني الكردي. طيب برنامجنا برنامج المؤتمر كان مناقشه هذه الوثائق، وثيقه البرنامج السياسي، وثيقه النظام الداخلي، والتقرير السياسي المقدم للمؤتمر.
كان سيتم مناقشة هذه الوثائق وإجراء التعديلات عليها وإقرارها، وأيضا انتخابات المستقلين الموجودين ضمن المؤتمر وهم يشكلون نسبة 51%، وكل منطقة أو منظمات نسائية ومنظمات شبابية وشخصيات الوطنية المستقلة والفعاليات الاجتماعية يعني أيضا لهم نسبة سيتم انتخابهم، وبعدها سيتم تحديد نسبة الأحزاب. أيضا كل حزب من أحزاب المجلس الوطني الكردي سيعين عضوين من أعضائه، بذلك يتشكل المجلس الوطني الكردي أو الهيئة العامة للمجلس الوطني الكردي الذي ستستلم زمام المبادرة وتجدد يعني المكاتب وتنتخب هيئة رئاسة ومكتب علاقات وإلى ما هنالك. هنالك 10 مكاتب في المجلس الوطني الكردي سيتم تعيينها في المجلس الوطني الكردي. تمام، الحقيقة عم بتجاوبني على كثير من الأسئلة اللي كنت مجهزها وبدي أسألك إياها، فجاوبتني عليها الله ما عاد في داعي أطرحها. ما شاء الله عليك، معلوماتك غزيرة، لكن يا ريت نختصر حتى كمان نقدر نعطي. أنا ما راح أسأل شيء الآن، وزميلتي نورجان نتوقف ريثما نمر عندي 7 أشخاص على الدور الآن. راح أبدأ بالأستاذ ديليار ديركي ثم الأستاذ جوان يوسف. أستاذ ديليار تفضل. مساء الخير للجميع. يسعد مساك. بداية الرحمة للشهداء قصف الكيان التركي على غرب كردستان. سؤالي عندي عدة أسئلة للأستاذ سليمان. اختلافكم، دعوتم حزب اتحاد الديمقراطي للمشاركة في المجلس، اختلفتم على النسب. هم طرحوا أعتقد وقتها 36 كرسي كونهم عدة منظمات، ولم يكن هناك أي سبب آخر. مع احترامي لكل مؤسسات الكردية، أنتم لا تختلفون عن الإدارة الذاتية أو عن حزب بيادة. حزب الوحدة الكردستاني عام 2011 مارس القمع ضد المتظاهرين ضمن تنسيقياتكم الوهمية في إطار الحزبي. تحب أعطيك أسماء؟ بعطيك أسماء. في أحد منهم لي حزب أعضاء من أحزابكم ضربوهم بالمظاهرات بالنرويج. أي نقطة؟ ما فهمت هذا السؤال، ما بعرف يعني أي حزب، أي حزب مارس العنف يعني؟ ما مارستم العنف الجسدي وعنف الفكري، طردتم جميع مؤسسات المستقلة والحراك الشبابي من المجلس، شكلتم تنسيقيات وهمية بأسماء أحزابكم، وطردتم الجهات المستقلة. اختلافكم مع البيادة، أنا تواصلت مع السيد فؤاد عليكم، تواصلت مع السيد عبد الحكيم بشار وقتها، تواصلت مع السيد صالح مسلم. اختلافكم كان على نسبة الاشتراك، لم يكن أي سبب آخر. وأنتم رفعوا الهيئة رفع اللجنة التحضيرية رفضت أعطاء 36 كرسي للبيادة وقتها. تمام. نقطة ثانية. المجلس الوطني، المجلس الأحزاب الموجودة الآن بالمجلس الوطني، حضرتك ذكرت كلمة الديمقراطية، أغلبية الأحزاب الكردية تستخدم كلمة الديمقراطية وهي ليست ديمقراطية. أن اختلفت أو وافقت مع ممارسة مع سياسة الإدارة الذاتية هذا شأن آخر. أنا ضد القمع وضد الاختلاف. هل أنتم أعداء مع الإدارة الذاتية أم معارضة؟ إن كنتم معارضة، من حق الإدارة الذاتية قانونيا تطلبوا ترخيص في كل الدول العالم، حتى إن كنتم أعداء هذا شأن آخر، ولا أعتقد أنكم أعداء. تمام، شكرا لك أستاذ ديليار. ممكن أكمل، عندي عدة نقاط يعني أحاول دقيقة يا ريت لو سمحت. أستاذ سليمان، امبارح كان في قصف في أبناء بلدك استشهدوا، لسه قدامهم عرض. هل هناك بيان حول قصف التركي على المناطق على غرب كردستان؟ سؤال أخير، ممثلين مجلس الوطني موجودين بعفرين، وزاروهم، وزاروا الميليشيات والمرتزقة بالعفرين
لماذا لم تعقدوا مؤتمركم بعفرين؟ لماذا تعقدونه في قامشلة؟ تمام. أنتم جزء من الائتلاف، وائتلاف جزء من مؤسسة الاستخباراتية التركية. شكرا. يا لا، كثير كثير اتهامات هيك على مهلك يا لا استاذ. جزء لا، مو انا ما له اتهام استاذ. طيب ماشي ماشي اوكي، راح نسمع. خلينا الكردي مثل العربي بيقول اللي بيطعم التم بيستحي العين، وهذا وضع الائتلاف والمجلس. طيب ماشي، راح القصد يعني بالجانب المباشر نحترم ضيفنا قدر الامكان، نطرح الامور بشكل، وبعرفك انت يعني بكل اللغات اللي بتتقنها. انا اناقش الفكر واطرح، انا لا اناقش الشخص، انا احترم استاذ سليمان، وهذا هذا هو طويل ونضال. تمام، شكرا لك. لنستمع للاستاذ سليمان، تفضل استاذ. فيما يتعلق ببدايات التأسيس، نعم هم طلبوا نسب معينة، ولكن في الأخير نحن كمجلس وطني كردي قلنا إذا كانت القضية قضية نسب يمكن حل هذه النسب ونعطائهم ما يريدون من الكراسي، إنما بعد موافقتنا هم تراجعوا عن موقفهم وقالوا هنالك اختلاف بيننا، أنتم ترفعون شعارات الثورة السورية ونحن نختلف معكم، ونحن نختار الخيار الثالث. الخيار الثالث كان عندهم هو الاستلام والتسليم بين يعني بسلطات أو الإدارة من الدولة وإدارة هذه المناطق، هذا هو كان خيارهم الثالث. بالنسبة للحراك الشبابي، لا زال الحراك الشبابي موجود بيننا والمجلس الوطني الكردي، في جزء منه المنظمات الشبابية الموجودة ضمن المجلس الوطني الكردي. طبعا انت طرحت شغلات كثيرة، احترم وجهة نظرك، انما لا اتفق معك. نحن لو اعتبرنا انفسنا اعداء لما دخلنا في مفاوضات مع بي واي دي، ونحن نؤمن بمبدا الشراكه ونقول نحن جاهزون للشراكه. مساله يعني الترخيص، يعني سبق وان قلنا لبي واي دي، وايضا هم اصدروا البيان، انا ذكرت ببدايه حديثي ب 17/12/2019 كخطوه في اطار إجراء بناء الثقة، إجراءات بناء الثقة، ذكروا في بيانهم بأنهم من حق المجلس الوطني الكردي القيام بنشاطاته السياسية والاجتماعية و يعني بجميع نشاطاته دون أخذ الموافقة من أي جهة أخرى. يعني هم يتراجعون عن قراراتهم، يعني كان المفروض هم يلتزموا بهذا البيان الذي أصدروه يعني يلتزموا ببيانهم، مثل ما وافقوا وأخبروا الجانب الأمريكي بأنهم موافقون على عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي بشكل يعني رسمي ولن يتعرضوا إليه، أيضا تراجعوا عن هذا القرار، هذا الموضوع عائد لهم. فيما يتعلق ب يعني وجود بككي في مناطقنا والاستهدافات التي تحصل، سواء كانت الاجتياحات التي حصلت والمناطق التي سيطر عليها الفصائل التابعة لتركيا أو الموالية لتركيا، سواء مناطق عفرين وسريكاني وغريسبي، نحن يعني بمفاوضاتنا كانت هذه نقطة أساسية يعني حول التفاوض، حول يعني رفضنا لوجود PKK هنا، لأنه تركيا يعني تركيا تقول بأنني عم أحارب PKK، أنني أهاجم PKK، تركيا بحجة PKK أو بذريعة PKK تهاجم هذه المناطق. وأيضا بالوجود الأمريكي أو برعاية أمريكية قلنا بشكل واضح وصريح يعني أننا في كرد سوريا قادرون على إدارة مناطقنا، نحن قادرون على الاتفاق مع بي واي دي، مع جميع الأحزاب الكردية، وأيضا أصلا موضوع فشل المفاوضات جاء بقرار من بككي، نحن نرفض تدخل بككي أو أن تجعل بككي يعني مناطق الكردية أو كردستان سوريا ساحة لصراعاتهم مع الدولة التركية، وأيضا نرفض الهجمات التي تقوم بها تركيا على هذه المناطق ونتيجتها المزيد من الهجرة والمزيد من
يعني التشريد لأبنائنا وإفراغ هذه المنطقة. ونحن نقول يعني هذه الهجمات لن تكون حلا، مثل ما نرفض وجود PKK يعني قلنا، وأيضا كانت جهود الأمريكية في هذا الإطار أنه يعني أن يعودوا PKK إلى مناطقهم، وكرد سوريا يديرون مناطقهم، عندها لن تكون هنالك حجة أو مبرر لأي اجتياح تركي أو لأي هجوم تركي على هذه المناطق. ونحن نقول بأن الهجمات والقصف ليس حلا، لأنه منذ عام 1980 وتركيا تقوم بهذه الهجمات على PKK ولن تنتهي. نحن نقول الحل الأمثل يعني كتركيا أن يوجد حل للقضية الكردية في تركيا وتقطع الطريق أمام PKK وتجد حل ديمقراطي للقضية الكردية في تركيا. عندها لن تكون هنالك أي مبرر يعني، أو تقطع الطريق أمام PKK، ولن يعني الطريق السهل بالقضاء على هذا الجانب هو إيجاد حل سياسي للقضية الكردية في تركيا. وأيضا بالنسبة لنا نحن نقول يجب يعني أن تحترم PKK إرادة الشعب الكردي في كردستان سوريا، وإخراج جميع مقاتلي من هذه المناطق لنستطيع أن نعيش بأمان وندير مناطقنا بأنفسنا. أما فيما يتعلق بموقفنا من المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة للائتلاف، نحن لسنا متفقون في كل الجوانب مع يعني الائتلاف، وهنالك يعني مواقف للمجلس الوطني الكردي، هنالك انتهاكات في هذه المناطق. يعني أهلنا برأس العين تم تهجيرهم، أيضا اليوم نسبة الكرد في رأس العين تكاد تكون صفرا، لأنه الجميع هجروا من هذه المناطق وحصل تغيير ديموغرافي هذه المناطق. نحن ندين كل الانتهاكات التي تقوم بها البي واي دي ومسلحيه، وأيضا الفصائل الموجودة بهذه المناطق بعفرين وسريكانية وغريسبي، ندينها. ونحن نقول بأن الحل الأمثل للوضع في سوريا هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب وجميع الجيوش الأجنبية من سوريا، وإيجاد حل سياسي يرضي الجميع، ينهي الاستبداد مثل ما حكينا ببرنامج المجلس الوطني الكردي في المجال الوطني. شكرا أستاذ سليمان. سنتابع الدور والأستاذ جوان يوسف. أستاذ جوان خليني أفتح الكاميرا معلش. مشان مش لحالك. أوكي تمام. مساء الخير. مساء الخير أستاذ علي، أستاذ نورجان، الضيوف، أستاذ سليمان. يعني في واقع الأمر حديث أستاذ سليمان كتير ضابط وكتير يعني حباب، وكأنه هو ليس جزء من هذه المعادلة. نحن نطالب، نحن نطالب، نحن نطالب، نحن نريد. يا أستاذ سليمان، أنتم قلت في بداية حديثك نحن على هذه الأرض، أنتم قوة أساسية، أين دوركم الفاعل؟ أين فعلكم من هذا الأمر؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، إذا كنتم مقيمون في هذه الأرض وما بتكون وبتعتبروا الإدارة الذاتية هي سلطة أمر الواقع، وما بتكون قدموا رخصة، يا أخي روحوا على سريكة هنية، عقدوا مؤتمركم، ما أنتوا أصحاب الأرض وهدول حلفائكم وإلى آخره. النقطة الثالثة، هذا التزرع بموضوع أنه تركيا تتزرع، يا طيب إذا قلنا نحن تركيا فعلا تتزرع بوجود PKK بسوريا، هل يجوز أن نقول أيضا أنه PYD أو PKK تتزرع بوجودكم داخل الائتلاف، وبالتالي تمنع عنكم أسباب يعني النشاط؟ يعني هذا المنطق لا يستوي. أولا خلينا نقول تركيا عدو الأول للكرد، سواء في سوريا أو في تركيا أو في إيران أو في العراق، هؤلاء أعداء وليس داعي لأي مبرر. النقطة الثالثة اللي بدي أقول لك يا أستاذ سليمان، يعني هو في مغالطات تاريخية حقيقة تسوقوا تساق بطريقة يعني مرنة، أو كما يقال يوضع السم في العسل، بمسألة أنه والله نحن دعونا البيادي إلى المجلس الوطني، المؤتمر المجلس الوطني الأول. أنتوا ليش دعيتوا؟
مع أنتم كنتوا شركاء في إعلان هلالية، أنتم كنتوا شركاء جميعكم في إعلان هلالية، وبالتالي أنتم الجميع حضر المجلس الوطني لانعقاد المجلس الوطني الكردي. وللأمانة التاريخية حقيقة أنتم لستم أصحاب المجلس الوطني الكردي. من دعا إلى المجلس الوطني الكردي وضع الأساسيات للمجلس الوطني الكردي هم مجموعة أشخاص معروفين، يعني خليل كالو الله يرحمه واحد منهم، رشيد محفوظ واحد منهم، دلقاش مرعي واحد منهم، وما راح أقول أنا كنت واحد منهم. وضعت الأساسيات وتم الاجتماع ووضع فرعيات وكل شيء إلى آخره، وللأسف الأحزاب ركبت هذه الموجة وأنجزت المجلس الوطني وصفقنا لهذا المجلس الوطني على كل حال، لأنه هذه فكرة نحتاجها. مسألة أنه أنتم لا تطلبون الرخصة ليش؟ لأنكم أصحاب الأرض. ليش أنتم ما كنتوا أصحاب الأرض لما كان النظام تطلب الرخصة للعرس؟ لعرس كنتوا تطلبوا رخصة وتبقوا أيام لحتى يجي لتجي الرخصة. النقطة الثالثة، طيب خيو هن إدارة والسلطة وقمعية وكل شيء مثل النظام السابق، هي خلينا نعتبره، ليش ما بتعقدوا مجلسكم الوطني أو مؤتمركم بشكل سري مثل ما كنتوا تعقدوا أيام زمان؟ النقطة الأخيرة اللي راح أقولها حول موضوع أنه أين إرادتكم أنتم، وأنتم دائما تتحججون أمريكا قالت هيك والمفد الأمريكي قال هيك والأمريكا قال هيك والرئيس مسعود قال هيك، يعني هذا المنطق هذا الخيار في الموضوع، تسوقون كل الاتهامات ضد هذه الإدارة الذاتية الذي كنتم جزءا منه. على فكرة مشروع الإدارة الذاتية أنتم كنتم جزء منه بالبداية وقمت بالصياغات الأساسية بهذه الإدارة، لكنهم تفارقتم فيما بعد لأسباب نعرفها كلنا، يعني نعرفها كلنا، هو هذا خليني نقول هذا الصراع الحاصل أو هذا الاستقطاب الحاصل بين موضوع المعارضة السورية، والحمد لله أنه لم تبقى هناك معارضة سورية، لم يبقى هناك ائتلاف لحتى تتخبوا وراء ياسر سليمان. وين المعارضة السورية؟ لا عسكرياً بقت معارضة سورية ولا سياسيا بقت معارضة سورية، بقت هناك تركيا. ونحن نتذكر قول الأتراك في الاجتماع الذي عقد بينكم وبين بيدي في عام 2019 أو نهاية 2019 أن تركيا لن تسمح بأن يقوم المجلس الكردي بالتوافق مع الإدارة الذاتية، وبالتالي لم تتوافقوا. يعني للأسف هذا الموضوع وهذه القضية وبهذه الطريقة لا تحل الأمور. أنتوا شو عندكم لحتى تقدموا للإدارة الذاتية لحتى يعملوا لكم شركاء؟ يعني هذا سؤال جوهري. أنتوا تريدون الشراكة، نعم، ماذا لديكم أن تقدموا للإدارة الذاتية حتى الإدارة الذاتية تقبل بكم كشركاء؟ شكرا، ما راح أطول أكثر من هيك. شكرا جزيلا أستاذ جوان. تفضل أستاذ سليمان. طبعا الأستاذ جوان طرح الكثير من النقاط، يعني يعبر فيها عن وجهة نظره. نحن نعتبر يعني نحن أنفسنا موجودون على الأرض ونعمل من أجل يعني الدفاع عن شعبنا وعن مصالحه، يعني في هذا الجانب موقفنا واضح. يعني إذا أستاذ جوان مو راضي من هذا الشيء هذا شأنه، لست يعني في صدد أن أفرض رأيي عليه. موضوع بكك حقيقة موجودة، ليست تذرع، إنما بكك موجودة، والمظاهرات والاعتصامات التي يعني يقيمونها بالآلاف في يعني قامشلو وجميع المدن والبلدات الكردية كلها ترفع أعلام وصور بكك وتقول نحن هنا بكك هنا بكك، وتركيا وبكك يعني هنالك خلافات بينهم، يعني حقيقة موجودة وليست ذريعة. ونحن نقول يعني لو بكك فعلا تريد أن تخدم الشعب الكردي في كردستان سوريا كانت انسحبت من هذه المناطق، وسحبت هذه، إذا نقول ذريعة، سحبت هذه الذريعة من يد تركيا وقتها. يعني أتصور المجتمع الدولي لم يسمح لتركيا باجتياح هذه المناطق إذا لم تكن هنالك موجود. موضوع يعني
من ساهم بتأسيس المجلس الوطني الكردي. طبعا نحن نشكر كل الجهود التي ساهمت في تأسيس المجلس الوطني الكردي، وكانت خطوة إيجابية، ونحن مستمرون في الحفاظ أو الدفاع عن المبادئ والأسس التي تأسس عليها المجلس الوطني الكردي، يعني القيم التي أو البرنامج السياسي الذي وضعه المؤسسون، والمستمرون على هذا البرنامج. إرادتنا موجودة، ونحن موجودون في الداخل، ونحن جزء أساسي من المعارضة السورية. معارضة سورية ضعيفة، مرت بمراحل يعني، بس معارضة سورية موجودة، والكثير من الشخصيات الوطنية السورية الغيورين على سوريا ومستقبل سوريا موجودين. يعني بالنسبة لقولك بأن يبدو انقطع الاتصال عند الأستاذ سليمان. نعم، يبدو وضع الإنترنت سيء عندهم أكيد، فمن الطبيعي أن يكون هيك أوضاع. فنشوف إذا كان في آلية أخرى أن يتصلوا فيه للزملاء. نعم، يا ريت يطلع، إنه يطلع من المنصة ويرجع مرة تانية، وبيمشي الحال بعتقد. ريثما يعود الأستاذ سليمان، في الحقيقة في كان عندي مجموعة من الأسئلة، واللي ما رح يكون في وقت إني أطرحها. خرج الأستاذ سليمان. نعم، رح أسوي لعل إنه يعود، رح أحاول أكثفها للأسئلة كلياتها. رجع معنا الأستاذ سليمان، بعد إذنك المايك. تفتح المايك أستاذ سليمان، أنت طلعت من البث ورجعت هلا، فافتح المايك بعد إذنك. أعطي كوهوست. yes. طيب أنا راح أعطي كوهوست. I did. yeah. فتح المايك. okay. اللي بالكاميرا اللي عندك رجع أستاذ سليمان بعد إذنك. تمام، ممتاز. بالنسبة للموقف التركي، نحن نعتبر تركيا دولة جارة، ولا ننظر بعين العداء إلى تركيا، وتربطنا حدود دولية طويلة بحدود 700 كيلو متر، وكل على طول هذا الشريط الحدودي هم يعني الكرد، يعني أبناء شعبنا الكردي بسوريا. لذلك نحن حريصون على إقامة علاقات حسن جوار مع تركيا، ونحن حريصون على إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار، قائمة على أساس الاحترام المتبادل واحترام خصوصية الشعب الكردي في سوريا. نحن كمجلس وطني كردي لنا خصوصيتنا، وشعبنا أيضا لنا خصوصيته. في لقائنا قبل ما نبدأ بالمفاوضات مع PYD برعاية أمريكية، كان هنالك لقاء بين رئاسة المجلس الوطني الكردي ووزير الخارجية التركي، وأيضا كان لقاء علني، وأنا كنت من ضمن المشاركين في هذا اللقاء. تركيا لها مواقفها، ولها ومن حقها أن تقول ما تشاء، وتنظر إلى PKK بما تراه يعني حسب وجهة نظرها. لا، نحن أوضحنا للجانب التركي بأن مصالحنا تقتضي أن يكون هنالك توافق، يعني ونحن يعني حريصون أن نؤكد لجميع دول الجوار بأن أي اتفاق كردي لن يكون ضد هذه الدول، ونحترم هذه العلاقات، ونحترم الحدود الدولية الموجودة، ونحن نسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع تركيا ومع الشعوب التركية. ونحن نعتبر مسألة قضية الشعب الكردي في تركيا قضية داخلية تركية، وندعو يعني، وسبق أن قلنا في لقاءاتنا الثنائية مع الجانب التركي بأن إيجاد حل للقضية الكردية في تركيا هو الطريق الوحيد بالقضاء على الإرهاب وعلى هذه الاتجاهات الموجودة.
مسألة قضية الشعب الكردي في تركيا عائد للشعب الكردي، وهنالك ما يقدر ب 20 مليون كردي. نحن نرفض أن تستخدم أراضي الشعب، يعني أراضي الكردية أو الأراضي السورية، يعني كردستان سوريا، كقاعدة يعني لحل خلافات PKK مع تركيا. هذا موقفنا واضح. يعني مسألة PKK حزب سياسي كردي تركي، مسألته موجودة في تركيا، ونحن لسنا ضد أي طرف كردي أن يناضل من أجل حقوق الشعب الكردي في تركيا وفي كردستان تركيا، ونحن مع إيجاد حل سياسي للقضية الكردية في تركيا. وأوضحنا للسيد وزير الخارجية التركية بأن مصلحة شعبنا تقتضي أن نتفق مع جميع الأطراف الكردية، ولن تكون هنالك، يعني اتفاقنا لن يشكل خطرا على أي جهة معينة أو على أي طرف إقليمي. لذلك يعني ليست تركيا من أفشلت المفاوضات الكردية، إنما PKK وبيدي هم من أفشلوا هذه المفاوضات، وليس اتهاما من طرفنا، إنما كلكم تشهدون يوميا حرق المكاتب والاعتقالات، ويعني والأمور اللي صارت يعني طيلة هذه الفترة معروفة. يوميا كانت هنالك انتهاكات وحرق للمكاتب واعتقال تعسفي لرفاقنا. هم من أفشلوا هذه المفاوضات وليست تركيا. نعم، جزيل الشكر أستاذ سليمان. ننتقل للحقيقة القائمة عنا بالمداخلات طويلة جدا، لذلك نرجو الاختصار. الآن ننتقل عند الأستاذ محمد مهند القاطع. تفضل أستاذ مهند. هل أنت معنا أستاذ مهند؟ يا ريت الشباب تفتحوا له المايك إذا شايفينه على المنصة. تمام، فإذا ننتقل عند الأستاذ نمرود سليمان. أعطوني الفرصة لو سمحتي. مهند القاطع موجود. موجود حضرتك، تفضل. نعم، مساء الخير للجميع، تحياتي لك وللأستاذ علي ولجميع الحضور، وتحية للأستاذ سليمان أوسو على هذا التقديم. الواقع لا شك أن حزب البي واي دي أو حزب التحدي الديمقراطي هو الواجهة السورية لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وهذا طبعا ليس سرا، بل هو جزء من الوثائق الرسمية المعلنة لحزب البي واي دي، ويعني يمكن رؤيته في جميع إدارات ما يسمى الإدارة الذاتية ووثائقها. ولا شك أن النظام السوري استجلب البي كي كي بكافة تشكيلاته منذ بداية الثورة وسلمه للمنطقة واستخدمهم لقمع الحراك الثوري، قمع الأكراد أولا وثانيا وثالثا، ثم قمع باقي المكونات، وارتكب المجازر والاغتيالات بحق الأكراد أولا ثم بحق باقي المكونات في المنطقة. فيعني هذا بداية. الأستاذ سليمان أوسو الواقع هو تحدث على أنه سبب عدم انضمام البي واي دي للمجلس الوطني الكردي كان ليس بسبب المحاصصات على النسب، بل بسبب الموقف من الثورة. السؤال: عندما بدأ المجلس الوطني الكردي بعقد اتفاقيات هولير ودهوك، يعني هل زال هذا السبب؟ هل كان موقف بي واي دي حينها واضحا من الثورة؟ وهل أعطى وعودا بالانضمام للثورة مثلا؟ يعني هذا سؤال أتمنى الإجابة عليه. السؤال الثاني: نقاط الخلاف أستاذ سليمان، يعني بصراحة وشفافية، ما هي نقاط الخلاف بينكم الآن، بينكم وبين البي واي دي، خلال هذه المفاوضات التي عادت برعاية أمريكية رغم أنكم كنتم جزء من الائتلاف؟ وهنا أختلف طبعا مع الأستاذ جوان قبلي، أنه والله تركيا ما سمحت، لو تركيا ما سمحت ما بقيوا سنة كاملة وهم يفاوضون البي واي دي، لكن أعتقد ربما النظام لم يسمح وإيران لم تسمح لهذه المفاوضات أن تذهب قدما، وأن يكون المجلس الوطني الكردي هو جزء مشارك بهذه الإدارة. لكن السؤال الأستاذ سليمان، الخلاف بينكم وبين
البي واي دي، هل هو على مسألة المحاصصة، محاصصة الإدارة يعني المناطق التي تسيطر عليها البي واي دي عسكريا وإداريا؟ إذا كان الجواب نعم، وأعتقد أنه هذا هو الجواب، أين هي باقي المكونات؟ أين هي الأغلبية العربية الموجودة في هذه المنطقة التي تسيطر عليها البي واي دي؟ يعني من حساباتكم، سواء يعني لم نجد إشارة لا في اتفاق هولير ولا دهوك ولا في المفاوضات اللاحقة. السؤال الأخير، ألا يرى مع الأستاذ سليمان أوسر أنه مسألة يعني هم كانوا حزبهم حزب اليكيتي الكردي في سوريا وأصبح اليكيتي الكردستاني، يعني ثم الآن يتحدث هو عن قضية أكراد سوريا بشكل منفصل، أنه والله أكراد تركيا عفوا، أنه في قضية كردية هذه شأن داخلي كردي، وهو يعني اسم حزبه هو حزب كردستاني. الحزب الكردستاني ألا يعطي يا أستاذ سليمان، وأنت تكرر على مسألة مصطلحات مثل كردستان سوريا، قدرة المجلس الوطني على حكم وإدارة مناطقه؟ طيب هاي المنطقة مو أنت وحدك فيها، يعني أنا أتكلم معك باللغة البسيطة، أنت ولديك شركاء في هذا الوطن، شركاء سوريون. المنطقة هذه لا تقول يعني أنه والله هذه المنطقة هي منطقة كردية وكردستانية، والمشكلة بيننا وبين البي واي دي فقط على إدارة هذه المنطقة بوصفها كردية. يعني هنا تسقطون من حساباتكم دائما أغلبية عربية، وهذا خطأ. تحياتي لك، شكرا، شكرا لك للجميع، تحياتي لجميع الشباب في المجلس الوطني الكردي. شكرا أستاذ مهند، تفضل أستاذ سليمان. موضوع الاتفاقات التي توصلنا عليها أو اتفقنا بها مع البي واي دي هولير واحد وهولير اثنين، أنا ذكرت بأننا يعني أنجزنا رؤية سياسية مشتركة مع البي واي دي، توافقنا على رؤية سياسية مشتركة ب 2012 حول مستقبل سوريا. يعني هذه الرؤية أكدت يعني على تراجع البي واي دي عن يعني مواقفه السابقة. يعني هذه الرؤية السياسية لو أنت كمان تقرأها راح تتبناها. وأيضا في مفاوضاتنا بالرعاية الأمريكية، الخطوة الأولى التي أنجزناها هي كانت الرؤية السياسية لكي نستطيع أن نبني عليها. يعني لو أبعت لك الرؤية السياسية التي اتفقنا عليها، بتقديري أي شخصية سورية معارضة لن يكونوا مختلفا مع هذه الرؤية السياسية التي أنجزناها. وبتقديري ربما يعني موضوع يعني تهرب بي واي دي من الاتفاق، ربما التهرب من هذه الرؤى السياسية التي اتفقنا عليها وعدم تطبيقها، هذه من ناحية. عندما نقول يعني موضوع الاتفاق الكردي لا يعني بأننا نشطب المكونات الأخرى. نحن عندما نقول يجب ترتيب البيت الكردي لنكون لكي نستطيع على يعني أيضا ترتيب البيت الكردي العربي والبيت الكردي الشرياني. يعني الخطوة الأولى كنا نقول نبدأ من الاتفاق الكردي، يجب أن نتفق ككرد، وأيضا من ثم أن نحاول أن نتفق مع الأخوة العرب والمكونات والأطراف السياسية الموجودة. لأنه هلأ إذا بدك تقول إدارة، في جزء من العرب موجودين بهذه الإدارة، في جزء من الأخوة السريان موجودين في هذه الإدارة، وأيضا البي واي دي. نقول هذه المكونات الموجودة في هذه الإدارة، الكرد لا يمثلون الكرد بمجملهم، والعرب لا يمثلون العرب بمجملهم، وأيضا السريان لا يمثلون الأخوة السريان بمجملهم. عندما ندعو، وأيضا الأمريكان أن يؤكدون على هذا الجانب، أن الاتفاق الكردي تكون خطوة أولى في طريق أن يكون هنالك اتفاق بين جميع المكونات في هذه المنطقة لكي تكون تنطلق منها يعني هذا يعني الاتفاق. موضوع الجانب التاريخي، موضوع الكردستاني، نحن كأحزاب وطنية كردية أو أحزاب، يعني أنا أوضحت ببداية مداخلتي يعني، وأيضا هي من وحي البرنامج السياسي للمجلس الوطني الكردي الذي سيتم تصديقه من قبل المجلس يعني بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه. نحن نقول بأن
بأنه يعني اتفاقية سايكس بيكو قسمت تركة الإمبراطورية العثمانية وضمت جزء من كردستان سوريا إلى الدولة السورية بحدودها الحالية. موضوع الجانب التاريخي إذا بدك تقول عكس هذا، هذا جانب تاريخي، ممكن الجوانب التاريخية المختصين في هذا الجانب يتناقشون فيها، وموضوع كردستان والوطن التاريخي للكرد يعني هذه حقيقة لا يمكن يعني تجاوزها. وأيضا العقلية التي مارست سياسة الأقصاء هي التي من أوصلت سوريا إلى هذا الجانب. عندما نقول ارتبط مصير جزء من الشعب الكردي مع جزء من الشعب العربي وبقية المكونات السورية ضمن الحدود السورية، الحدود السياسية للدولة السورية الحالية، يعني نحن يعني نقول حاليا نحن ضمن إطار يعني حدود جغرافية دولية معترف بها، ونطالب بحقوق شعبنا ضمن هذه الحدود الجغرافية. ونحن لذلك نقول بأن الدولة المركزية فشلت، وأيضا يعني سياسة الإقصاء من أوصلت سوريا إلى هذا الجانب. أكثر من نصف الشعب السوري أصبح بين يعني شهيد ومغيب ومسجون ومهاجر ومصير مجهول، يعني هذه العقلية هي من أوصلت سوريا إلى هذا الجانب. ما نطرحه كمجلس وطني كردي ضمن إطار الدولة السورية، ويمكننا أن نتفق على يعني برنامج وطني وبرنامجنا السياسي واضح، وأيضا هنالك الكثير من التقاطعات يعني بيننا وبين جميع أطراف المعارضة السورية، وأيضا هنالك وثيقة سياسية بيننا وبين الائتلاف. ونحن يعني نقول عندما نذكر الجانب التاريخي لا يعني بأننا ننكر وجود هذه المكونات، ونحن لن نقلد النظام الذي مارس سياسة الإقصاء وأوصل سوريا إلى هذا الجانب. تمام. شكرا أستاذ سليمان. عدد الدور الحقيقة صاروا 14 واحد، والأسئلة اللي جتنا أونلاين أيضا كتيرة. أنا راح أخذ 3 أسئلة أستاذ سليمان، فياريت بعطيك إياها دفعة واحدة وتجاوب عليها كسبا للوقت. كل 3 أسئلة جايتني أونلاين بعطيك إياها دفعة واحدة. راح أبدأ بالسؤال الأول. وردني سؤال أونلاين الحقيقة من شخص لا يريد ذكر اسمه لخصوصيته الأمنية، يعني معروف أنه يقيم في مكان لا يريد ذكر اسمه. يقول: النظام الداخلي للمجلس والبرنامج السياسي هل تم عرضها على جميع الحاضرين؟ أكيد لا، وهذا ما أكده أعضاء المجلس عبر تصريحاتهم. لماذا المجلس وأنتم تقولون 51% من المستقلين، هل تم عرض النظام الداخلي والبرنامج السياسي عليهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سجلوا لو سمحت عندك. السؤال الثاني من الدكتور جيغوركين عمر، بيقول: في حال نجاح المفاوضات الكردية وبوجود قيادة كردية مشتركة، كيف ستتعامل تركيا مع تلك القيادة يا ترى؟ السؤال الثالث والأخير في هذه الدفعة سيكون من الآنسة سهيلة صوفي، بتقول: من المعروف بأن الازدواجية هي سمة الاستراتيجية الأمريكية، لذا فإن الوعود الشفهية التي يطلقها الجانب الأمريكي غير مسؤولة، وما يحدث حاليا من اعتداءات تركيا وخذلان موقفها تجاه قسد دليل على ذلك، فما هي الضمانات التي عولتم عليها وأملتم بعقد المؤتمر الرابع؟ أستاذ سليمان. تمام. بالنسبة للبرنامج السياسي، أتصور يعني جواب يعني واضح لأي متابع بأن هذه الوثائق لم يتم مناقشتها، كان سيتم مناقشتها في حال عقد المؤتمر. الآن نحن يعني اتخذنا استراتيجية جديدة في عقد المؤتمر، سيتم مناقشة البرنامج السياسي والنظام الداخلي والتقرير السياسي في اجتماعات المجلس الوطني الكردي، وفور الانتهاء من يعني مناقشة هذه الوثائق وإجراء التعديلات عليها وأقرارها
يتم إصدار بيان سياسي بانتهاء أعمال المؤتمر الوطني الكردي الرابع، وعندئذ ستكون هذه الوثائق في متناول يد الجميع. موضوع يعني المفاوضات الكردية خلينا نصل لاتفاق وننجز هذا الاتفاق ونطبقه على الأرض الواقع. بتقديري ليس من مصلحة تركيا أن تعادي يعني الكرد يعني كشعب كردي موجود، وأكثر من مرة تناقشنا مع يعني المسؤولين في وزارة الخارجية التركية، ويعني كنا نؤكد لهم بأننا لنا خصوصيتنا ونحن موجودون على أرضنا التاريخية ولدينا حقوق، ونحن مع سوريا المستقبل أن تكون هنالك اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي. ودائما يعني الجانب التركي يؤكد بأننا لسنا ضد ما يتفق عليه السوريين يعني بمجملهم، وأيضا يعني سياسة الأحزاب الكردية يعني بما فيها في وايدي لم يدعو أي حزب كردي بتجزئة سوريا. دائما نحن مع وحدة سوريا، ونحن نقول عندما نقول بأن الدولة المركزية فشلت يجب أن يكون هنالك دولة لا مركزية فيدرالية اتحادية تدير هذه المناطق بمجملها، و يعني سوريا غنية بفسيفسائها بمكوناتها، وليس من مصلحة تركيا أن تعادي يعني القومية الكردية بمجملهم. إذا كان لديهم اختلاف أو مع PKK ويعتبرون PKK منظمة إرهابية، نحن يعني بتقديري ليس كل الكرد PKK، يعني هذا موقفهم من PKK، وأيضا PKK لهم موقف تجاه تركيا هذا عائد لهم، بس يعني الأغلبية المطلقة للشعب الكردي ليسوا مع PKK. يعني بالنسبة لل يعني للضمانات، يعني الجانب الأمريكي هو الطرف الدولي الرئيسي في هذه المنطقة، وعندما أعطونا ضمانات أنه يمكنكم عقد مؤتمركم، يعني أكيد الضمانات أعطوها بتنسيق مع قسد، يعني هذا الموضوع عائد لهم، يعني موضوع مؤتمرنا، يعني اعتبرنا أنه إذا هنالك فرصة لعقد مؤتمر بشكل علني والمؤتمرين يمارسون أو يناقشون وثائق المؤتمر بحرية وبأريحية سيخرج المؤتمر بقرارات أكثر فاعلية. لذلك نحن حتى إذا منعوا لا نعتبر يعني إنه المؤتمر التغى، مؤتمرنا سيستكمل يعني إجراءات عقد المؤتمر وسيتم مناقشة هذه الوثائق، بس ربما تكون في دائرة أضيق من الدائرة التي كانت مرسومة لها يعني في 14/11. هذا تمام، شكرا أستاذ سليمان. إذا أعزائي راح نأخذ ثلاث أسئلة من القائمة اللي على الدور، ونرجع نأخذ ثلاثة من اللي يجونا أونلاين. راح تابع الآن مع الأستاذ نمرود سليمان. أستاذ نمرود، مساء الخير. يسعد مساك يا أهلا. يعني اسمح لي بداية أقول ما يلي. أولاً كل الشكر للعزيزة نورجان وللأخ أو الأستاذ علي، حقيقة لأنهما لا يهدآن يوماً، كل يوم في مكان مع كل المكونات ومع كل الأحزاب. يعني هذا النموذج أتمنى أن يعني هاي هي سوريا المستقبل، فشكراً يعني لك. قل لي بدك تشكر الأستاذة نورجان، معلش يلا باش. طبعاً هي درجة أولى، أنت درجة ثانية، هاي يعرفوها الجميع. شكراً وشكراً للأستاذ سليمان أوسو. يا أخوان اللي ما بيعرف، أنا شخصياً من الجزيرة وأنا معاصر كل الأحزاب الكردية، وكنت أشتغل بالسياسة شي 40 سنة، لذلك أنا بدي أحكي بمنتهى الحيادية، وأنا لي علاقات مع الجميع حقيقة، مع كل الأحزاب إلا هذول اللي هن صغار بالعمر، يعني ما كانوا على أيامنا ولا على دور واحد. خلوني أقول ما يلي، نتفلسف شوي بالسياسة. بالسياسة هناك مبدأ أساسي في واقع وفي رغبة.
يعني هل أنا كسوري أتعامل برغبتي اللي بدي سوريا تكون سويسرا؟ أم أتعامل مع واقع هلا سوريا هي أربع سوريات ودولة فاشلة؟ تاريخ العرب، سياسيو العرب رغبويين من هيك فشلوا كلياتهم، بينما اللي تقدموا كلياتهم الديمقراطيين يتعاملون مع الواقع كما هو ويسعون إلى تغييره. لماذا أقول هذا؟ شئنا أم أبينا، إذا كنا مع قصد أو ضد تحولت إلى واقع. وأنا شخصياً ماني مع هذا الواقع بمجالات كافة، وأعلم إنه هذه القصد يمكن فيها ناس كمان يعني لا سوريين، ولكن هذا واقع. لولاها لسقطت الجزيرة بيد داعش لأهميتها كونها سلة سوريا الاقتصادية من جهة، وكونها على حدود تركيا والعراق من جهة ثانية، ولكن هذول قدموا تضحيات. هذا واقع علينا الاعتراف به. في عند أخطاء، أخطاؤها قاتلة. أنا اللي أريد أقوله أن نتعامل مع الواقع كما هو، نبتعد عن الرغبات والعوام. اثنين، يا أخوان أنا مبسوط جدا لهذا العدد، يمكن غالبيتهم أكراد، لأنه أسماء اللاست نيم تبعهم عم ما بعرفهم، بس أسماء الحقيقية ما عم بعرفها. يعني القضية الكردية يا أخوان بعمومها، يعني في جهاتها الأربعة، أصبحت قضية إقليمية ودولية في اهتمام كثير فيها. أستغرب حقيقة، والأكراد قدموا من التضحيات الكثير الكثير، وفيها أحزاب، نعم هي أحزاب عريقة وفيها شخصيات لها دور وبصمات، ليس في الجزيرة فقط بأماكن توا، بل في سوريا كلها. كثير أنا أستغرب لما يقفوا عند الشكليات. يعني أنا شخصيا أنه أنا أخي، أنا بعرف تماما أنه المجلس الوطني والحزب البارتي، والله يرحمه حزب صديقنا الله يرحمه عبد الحميد درويش، أقدم من الفيدي بعشرات بالثلاثين أربعين سنة. لكن يا أخي هل هذه القضية الكبرى تقف أنه أخذت رخصة ولا ما أخذت رخصة؟ هذا الشغلة الشكلية جدا. أصلا أنا بدي أروح أقول لهم أعطونا رخصة، لأنه أمر واقع. هذا الأمر الواقع يتفاعل معه الأمريكي ويتفاعل معه الروسي. طيب أنت ليش ما بتتفاعل معه أيها الكردي؟ لا تفكروا أنه أنا معهم، أنا ضدهم بأغلب المواقع. ثلاثة، يا أخوان حول الموقف الكردي حكى أستاذ سليمان تركيا وكذا. تركيا، الخلاف مع تركيا ومع العراق ومع إيران ومع سوريا بالنسبة للأكراد هو ليست علاقة جيرة. هذه الدول الأربعة كان في عندها لجنة قبل أحداث 2011 إنه ولا واحدة منهم ما بدها الأكراد. مو ما بدها الأكراد ليش؟ يقينا منهم أيضا، وهذا خطأ، إنه إذا صارت قضية كردية الدول هذه الأربعة بدها تتجزأ، لذلك هن يحاربونها. سواء كنت أنت بارتي، سواء كنت مع قصد، سواء كنت هذا موقف سياسي. إنه أردوغان ما بيسمح إنه مثلاً يكون تواجد للأكراد سياسياً ولا اجتماعياً ولا ثقافياً. ليش؟ لأنه بيخاف إنه بدأ تتجزأ. وهكذا بالعراق لأنه في قضية كردية، وهكذا بإيران. انظروا ماذا يحدث بإيران، يعني الأكراد ماذا يفعلون بإيران، انظروا ماذا يحدث. وأنتم أين تبحثون؟ يعني هذه القضية اللي أصبحت مركزية لا تقفوا عند الشكليات يا أخوة. مثلاً اليوم أردوغان، تصوروا أنتم ماذا تناقشوا، وأردوغان اليوم ضرب 89 نقطة بشمال وشرق سوريا و80 نقطة في العراق، وأنتم تختلفون حول وثيقة ما، وحول أنه ناخذ رخصة أو ما ناخذ رخصة، وحول أنه هذا قال هيك وهذا قال هيك كذا. المبدأ الثاني بالسياسة، أحد أسباب فشل العرب والأكراد والسريان والآشوريين كل هذه المنطقة، الكل يريد الكل، على عكس السياسة اللي بتقول خذ الجزء وطالب بالباقي. يا أخي هلأ أنا مو شرط أنه مثلا هذول القصد لازم يكونوا سياسيين ومتفق معهم 100%. خليني اتفق معهم على شغلات جزئية. يعني أنا اللي ما بيعرف، أنا زلمة شيوعي، تاريخيا شيوعي وكذا، عنده لجنة مركزية. الإخوان المسلمين عدوي الطبقي، عدوي السياسي، لكن إذا في قواسم مشتركة بيني وبين الإخواني ليش ما ألتقي؟ طيب إذا الإخواني قال نحن مع السلام، أنا بتفق معه مع السلام، ولكن أنا ضده فكريا وضده سياسيا.
استاذ علي معلش لا تبخل علي. اذا يا اخوان لا يجب علينا يعني هلا بالحسكه ما بعرف ليش الناس ما عم يوقفوا عندها. اقوى واكبر مدرسه داعشيه موجوده في مخيم الهول، اقسم بالله انتم بتعرفوا اكثر مني، هي مدرسه تخرج اللي دخلوها كشاب اللي عمره 5 سنوات هلا صار عمره تقريبا بعد هلا صار عمره شيء 10 سنوات وعم بيعلموا شو هي يعني شو هي هذا اللغم يخاف منه العالم كله ونحن لا نناقشه في هذه. اللي اريد اقول نعم. اتمنى لكل القيادات الكرديه ان تنظر يعني ان تضع القضيه الكرديه اكبر من كل الاحزاب، مو مثل العرب وبعض الاكراد يسعون الى خدمه الحزب من خلال القضيه الكرديه. الحزب الناجح هو الذي يضع القضيه بوصلته ويعمل من اجلها، لا يعمل من اجل الحزب. الحزب ينتهي ولكن القضيه الكرديه لا تنتهي. طيب الاشخاص ينتهون ولكن القضيه لا تنتهي. وشكرا جزيلا. انا كونك من اقليه قلت بدي مارس عليك دكتاتورية بس انت لحقت حالك. شكرا استاذ نمرود. هلا استاذ علي ليش استاذ نمرود ما شكر منتدى المستقبل بس شكركم الكل؟ والله زعلان منه انا. تعرف ليش؟ لانه منتدى المستقبل الله يرحمه صديقي انا وهو يعني ما بدي اشكره لاني بتذكره. اه تمام خلص فهمت عليك استاذ نمرود. الكل يعرف شو كنا انا وهو. اهلا وسهلا الله يعطيك العافيه. على طول ما بدي اذكر هالتاريخ عرفت شو بمجال مزحه هاي لترطيب الجو بس. استاذ سليمان الاستاذ نمرود قدم مداخله ما قدم سؤال، اذا عندك تعقيب عليها، اذا ما عندك لنتابع. والله شكرا للاستاذ نمرود يعني حقق الكثير من النقاط الايجابيه ويعني اتفق معه يعني ونحن ايضا يعني نقتنع بمبدا انه ننطلق من الواقع وهنالك واقع ويجب ان نتعامل مع هذا الواقع، ولذلك نقبل بمبدا الشراكه، نقبل بمبدا التفاوض، لذلك من هالشيء عم نقول هم يرفضون. الجانب الأمريكي هنالك طرف ثالث، الجانب الأمريكي وثيقة الضمانات التي وقعها مظلوم عبده وديفيد براونشتاين تؤكد بأن الطرف الآخر يعني البند الأول من وثيقة الضمانات تقول من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات نلتزم بما يلي. أولا يلتزم الجانب الأمريكي وقصد ببيان 17/12/2019 هذا البيان الذي أشرت إليه أن المجلس الوطني الكردي حر في نشاطه السياسي والاجتماعي بين الجماهير، هذا جانب يعني. ثانيا يتعهدون بإيقاف هذه الانتهاكات ويتعهدون بضمان عودة هذه الانتهاكات. تبدأ المفاوضات من النقطة التي وصلت عندها، يعني هذه الوثيقة تدين الطرف الآخر الذي يرفض الاستمرار بهذه المفاوضات، ونحن أيضا نؤمن بمبدأ التفاوض والاتفاق يعني والنقاط التي ممكن نتفق عليها. موضوع الشعب الكردي يعني معروف كردستان قسمت تاريخيا إلى يعني تاريخيا كانت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، من ثم بموجب اتفاقيات سايكس بيكو يعني أصبح جزء من كردستان في العراق وجزء من في سوريا. يعني هذه قضايا تاريخية لا أريد الدخول فيها، بس ما أريد أن أؤكد عليه بأن لكل منطقة كردية أو لكل جزء كردستاني له خصوصيته، وندعو جميع الأطراف الكردستانية أن تراعي هذه الخصوصية. لذلك نحن نقول بأن كرد سوريا لنا خصوصيتنا تختلف عن كرد تركيا وتختلف عن كرد العراق وتختلف عن كرد إيران، ويجب علينا أن نمارس هذه الخصوصية وأن يحترم الآخرون شركاؤنا أخوتنا في كردستان تركيا وفي كردستان إيران، يجب أن يحترموا هذه الخصوصية ونرفض أن يتدخلوا في شؤوننا. هذا ما نؤكد عليه
شكرا على يعني للاستاذ نمرود على هذه المداخله الخير. نعم، جزيل الشكر استاذ سليمان، واكيد شكرا لاستاذ نمرود على مداخلته. نتابع الان مع الاستاذ فاطمه محمد. بس بدي اقول شغله زميله نوره بخصوص الوقت. الحقيقه نحن صار وقت كتير ضيق، ولسه في عنا 10 مداخلات وتقريبا مسجلين على الدور، وعشر أو أكثر من 10 مداخلات نصية وأسئلة أونلاين. فبتمنى من الجميع أنه يكتفي بدقيقتين حتى نكون منصفين للجميع. تفضلي يا أتمني. نعم، نتابع مع الأستاذ فاطمة محمد. مساء الخير للجميع، وشكرا للجميع عشان أستاذ ريزان لا يزعل. أنا أسئلتي بصراحة أسئلة بسيطة بس محيرة بالنسبة إلي، طبعا يمكن تكون طبيعية يمكن تكون عادية، بس أسئلتي أنا بسيطة. ما نرجع للتاريخ وما نرجع للخلافات القديمة بين بيادي بككي والمجلس الوطني، بس هذه الممارسات التي يمارسها بيادي أو بككي في كردستان سوريا طبعا هاي ليست غريبة عنها، هي كانت البوادر واضحة يعني حين دعوا إلى مظاهرة عارمة قبل المؤتمر بيوم، فهذا الأمر مفروغ منه. بس اسمح لي أستاذ سليمان طبعا بعد التحية، أنه عمركم السياسي كمجلس الوطني وكحركة سياسية صار أكثر من 60 عام، وما زلتم تدورون في الدائرة نفسها وتعيشون حالة استعطاف وطلب الاسترحام. ما بعرف من مين عم يعني تطلبوا هذا الشيء، أنا ما بعرف. السؤال الأول، إذا كنتم توافقون على مفاوضة بككي أو بيادي وتحاورونهم، فما المانع طبعا بشأن الموافقة، فما المانع من أخذ الموافقة؟ طبعا أنا مو مع الموافقة، يعني لا تفتكر أنه أنا مع أخذ الموافقة، لأنه أنا لا أعتبر بيادي أو الإدارة الذاتية جهة مشروعة. فإذا تجلسون معهم وتفاوضونهم وتطالبون بالعمل وبالشراكة، فما المانع؟ يعني بدي هذا السؤال جواب صريح وواضح، ما المانع من أخذ الموافقة؟ السؤال الثاني، ما هي القرارات التي صدرت عن المؤتمر، وهل نجح المؤتمر برأيكم بهذا الشكل الذي رأيناه، وما الجديد الذي سيقدمه المجلس بعد عقده، بعد عقد المؤتمر يعني؟ السؤال الثالث، كيف ستثقون بالإدارة الأمريكية في حال طلب منكم إحياء الحوار بينكم بين بيادي والمجلس الوطني؟ هل ستعودون إلى الحوار، تجلسون إلى طاولة المفاوضة، أم أنكم ستقاطعون أو تثقون بالإدارة كونها ليست ضامنة، هي راعية فقط؟ السؤال الثالث، ما رأيكم بكلام السيد كاوى عزيزي حين تذمر على قناة آرك وطالبكم بالوقوف وجها لوجه مع بيادي في ذلك اليوم؟ اسمحوا لي بس شوي أقول تعقيب على الأستاذ نمرود، طبعا أنا معه وحيي، قال بشفافية وصراحة حكى، وأنا معه بأن ينطلق كل حزب كردي من منطلق الكردايتي ولا ينطلق من منطلق الحزبايتي، فقسد مارس سياسة تكاد تكون أبشع من داعش. صحيح داعش منظمة إرهابية قتلت بدموية وحاولت ودمرت، لم تحاول وإنما دمرت كليا وقتلت الكثير وارتكبت الكثير من الجرائم، لكن قسد لم تكن يعني أقل منها. فعملية الخطف والتجويع والتغيير الديموغرافي والهجرة والاستغلال و كل هذه العقبات التي يضعها أمام الشعب الكردي في الجزيرة وغيرها، فهل يعني أنه القتل بس يكون عبارة عن دم؟ لا، الكل الشعب الكردي في سوريا، في كردستان سوريا كل يوم يموت آلاف المرات من الجوع من السياسات الممارسة ضده. وشكرا لكم. نعم، شكرا أستاذ فاطمة. تفضل أستاذ سليمان. شكرا. يعني موضوع يعني طلب الاسترحام، نحن لم نطلب الاسترحام من جهة أخرى، ومارسنا يعني نضالنا السياسي أيام النظام كان مسيطر على هذه المناطق، و يعني تعرضنا للكثير من الاعتقالات ولم يعني نوقف نضالنا. عندما نقول نسعى إلى
أن نعقد أو نمارس نشاطنا السياسي بشكل علني، هذا من حقنا، يعني بالأخص طرف يدعي الديمقراطية، وهذا تأكيد بأنهم بعيدون كثيرا عن الديمقراطية. موضوع الموافقة يا أخوان، يعني المتابع لمجريات الندوة، أنا عم ركز على بيان 17/12/2019 الذي أصدرته الإدارة، الهيئة الداخلية بالإدارة الذاتية. هذا البيان يعترف أو يعطي المجلس حق عدم طلب الموافقة أو طلب الموافقة للقيام بنشاطاته أو ترخيص أحزابه. نرفض لأن هذه الإدارة تمثل طرف واحد في وادي متحكم فيها، ولا نعترف بهذه الإدارة طالما لا تمثل وليست إدارة شرعية بالانتخابات، إنما فرضت من قبل جهة معينة، ونحن نؤمن بمبدأ الشراكة إذا كانوا يقبلون بذلك، ونحن مارسناها يعني وأبدينا استعدادنا، وكان هنالك طرف ثالث ورابع يعني مظلوم عبدي على أساس ضامن لهذه المفاوضات في حال الاتفاق. للأسف لم يستطع أن يكون ضامنا لهذه المفاوضات، ولم يستطع إجبار الطرف الآخر ب يعني الرضوخ لرغبات جانب الأمريكي وجانب قسد يعني، وتوقيعهم على وثيقة الضمانات أكبر دليل بأن الطرف الآخر هو من يقوم بهذه الانتهاكات. يعني هم وافقوا بأننا لن نطلب يعني 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 القصد إنه وثيقة الضمانات أو بالأحرى كإجراءات بناء الثقة، وافقوا على عدم طلب المجلس بطلب أي ترخيص في ممارسة نشاطه السياسي، لذلك نحن نرفض أخذ الموافقة منهم. يعني القرارات، يعني نحن لم نعقد المؤتمر يا أخوان، يعني المؤتمر عندما نزلنا إلى قاعة المؤتمر بعد 3 ساعات من الممانعة تحت تهديد يعني الأسلحة والمسلحين تبع بي واي دي، يعني يهددون بأننا سنعتقل الأعضاء ونمارس الضغط والإرهاب ضد المؤتمرين، وفقط أعلننا أنه يعني هم أدانوا أنفسهم بأنفسهم. نحن نعتبر الجلسة الأولى للمؤتمر عقدت من خلال إيصال جميع المندوبين إلى قاعة المؤتمر، ولم يعني بهكذا جو بوجود مسلحين في وادي أكيد لن نستطيع أن نناقش أي شيء ضمن المؤتمر، وهددوا خلال ربع ساعة إلى لم يتم إخلاء الساعة يعني القاعة ستكون هنالك اعتقالات وضرب وممارسات أخرى. موضوع الإدارة الأمريكية، يعني يا أخوة، أمريكا دولة عظمى ودولة لها يعني امتدادات في العالم بمجمله، ونحن نعتبر يعني عامل قوة لنا عندما يرعى الجانب الأمريكي مفاوضات بين طرفين كرديين، هذا إنجاز كبير بالنسبة لنا. بالبداية يعني قبل ما نبدأ هذه المفاوضات الأمريكان كانوا يحضون أنه لازم تتفقوا مع بعضكم، نحن كنا نقول لهم أنه اتفقنا أكثر من مرة، 3 مرات اتفقنا ولم يلتزموا، نحن بحاجة إلى جهة دولية، قوة دولية أو جهة قوية تلزم الطرفين، يعني نحن وهم، كل من يعني لا يلتزم بهذا الاتفاق أن تلزمه بالاتفاقات. نحن اعتبرنا يعني الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات إنجاز كبير بالنسبة لنا يعني كمجلس وطني كردي وكشعب كردي يعني بسوريا. يعني موضوع الجانب الأمريكي، دولة عظمى وتعمل وفق مصالحها، وليس بإمكاننا إلزامها بما نرغب به، إنما نأمل أن يمارس الجانب الأمريكي باعتبار هذه الإدارة، لولا الوجود الأمريكي لما استطاعت هذه الإدارة الاستمرار، يعني مجرد انسحبت من رأس العين وجريس في مباشرة دخلت القوات التركية وفصائل التابعة يعني للمعارضة،
على هذه المناطق. يعني لولا الوجود الأمريكي من الصعب يعني أن تأمن هذه المناطق. لذلك نأمل من الجانب الأمريكي أن يمارس الضغط الكافي على هذه الإدارة أو على BYD ليلتزم بما يتعهد به أو بما يتصل أو نتوصل به يعني للمفاوضات التي تكون برعايته. موضوع الأخ كاوا عزيزي عبر عن وجهة نظره، يعني هذا عائد له ولحزبه، يعني هذا الموضوع لا أريد التعليق عليه أكثر من ذلك. نحن ذاهبون إلى مؤتمر وليس إلى حلبة صراع أو حلبة ملاكمة. في النهاية قوة عسكرية تمارس الترهيب وبقوة السلاح يعني تستطيع أن تمارس ما تشاء، وسبق أن يعني مارسوا كل ما يريدون في قمع جميع الاعتصامات والتظاهرات التي قمنا بها، وحرقوا مكاتبنا واعتدوا على رفاقنا. موضوع ليست موضوع نحن فيما يتعلق بالمؤتمر، يعني هذا القرار اتخذه يعني قادة الأحزاب المنضوية تحت لواء المجلس. نعم، جزيل الشكر أستاذ سليمان على التوضيح. نتابع الآن مع الأستاذ سلاف حبه. أستاذ سلاف، مساء الخير للجميع. مساء الخير أستاذ سليمان أوسو. أهلا وسهلا. إن القصف التركي للمناطق الكردية في سوريا يستهدف الكرد في كل مكان، ولهذا يبرر هذا القصف بأن الإدارة الذاتية التابعة لحزب العمال الكردستاني كما جرى البارحة مبرراً بعملية اسطنبول. لو اتفق الكرد ونجح الحوار بين المجلس والبيدي وتشكلت الإدارة المشتركة لتم سحب البساط من تحت الحجج والمبررات التركية، ولهذا لابد من إنقاذ شعبنا الكردي من هذا القصف المستمر. سؤالي، كيف يمكن البحث عن حلول جادة لإنقاذ شعبنا والكف من نزف الدم الكردي؟ تحياتي لكم جميعا وشكرا. شكرا أستاذ سلاف. تفضل أستاذ سليمان. نحن نعتقد بأن يعني الاستيحات التي حصلت في المناطق الكردية في سوريا، في كردستان سوريا، وأيضا القصف الذي لم يتوقف يعني طيلة الفترة المنصرمة، نحن نقول ليس حلا، إنما يعني تسبب المزيد من النزيف للمجتمع السوري وتهجير المواطنين وترهيب المواطنين. هذه ليس حلا، بالرغم انه حسب المعلومات القصف استهدف يعني المواقع العسكرية. نحن ندين اي قصف يستهدف المدنيين، يستهدف المناطق المدنية، هذا موضع إدانة بالنسبة لنا. وندعو يعني سبق وان قلنا يعني الجهات العسكرية سواء كان في المناطق التابعة لإدارة بيدي أو للمناطق التابعة للفصائل في رأس العين وعفرين وهذه المناطق، ندعو هذه الجهات العسكرية إلى سحب يعني مقراتهم العسكرية من المناطق السكنية الأهلة بالسكان، وندين كل قصف يستهدف المدنيين. ونحن نقول ليس حلاً يعني عمليات القصف التي تحصل ليس حلا للمسألة السياسية، وليس بإمكانهم بهذه الطريقة. أن يعني الحل الأمثل هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وإيقاف هذه التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري. سوريا أصبحت ساحة مفتوحة للتدخلات الدولية، ونقول للمجتمع الدولي كفاكم يعني كفاكم يعني سكوتا عما يحصل في سوريا. الشعب السوري بجميع مكوناته لم يعد يحتمل هذا الشيء،
لا بد من إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وإرغام النظام وجميع الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وإخراج جميع الجيوش الأجنبية من سوريا وكذلك الميليشيات الأجنبية من سوريا. موضوع يعني نحن حقيقة نقول الاتفاق من مصلحة الشعب الكردي، لذلك دائما بالرغم من الممارسات التي يعني يمارسونها بحق المجلس الوطني الكردي وأنصاره، نحن نقول لا بديل عن التفاوض، مثلما نبدي استعدادنا في إطار المعارضة السورية بالمفاوضات مع النظام تحت رعاية دولية، مع النظام الذي مارس جميع أشكال البشعة بحق السوريين واختزل الشعب السوري أو سكان سوريا إلى النصف، نحن نقول لا بديل عن المفاوضات وإيجاد حل سياسي في رعاية دولية. حقيقة مصلحة شعبنا تقتضي الاتفاق، وعندما نتفق بتقديري يعني ستكون موضع ارتياح لدى جميع المكونات السورية وجميع أطراف المعارضة. يعني هذا موقفنا. شكرا أستاذ سليمان. أنا راح أخذ أيضا مجموعة من الأسئلة الواردة أونلاين قبل أن نرجع للدور. يا ريت تسجل ملخص عندك حتى نكسب الوقت. نبدأ مع الأستاذ رشيد جان علي، بيقول لماذا لم يتم عقد المؤتمر عبر الزوم والأونلاين وعدم إعلان مكان عقد المؤتمر، رغم علمكم جيدا أن البيدي لن تسمح لكم بعقده؟ ألم يكن من الأفضل أن يتم بسرية وساعة إعلان عقد المؤتمر كذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني من نزار بعريني على فيسبوك، بيقول إذا كان جليا عدم وجود مصلحة لقيادات قسد في تفعيل الحوار الكردي بغض النظر عن طبيعة الأسباب، هل يعتقد الأستاذ سليمان بوجود مصلحة حقيقية لأمريكا بقيام شراكة وطنية كردية وعربية في المناطق الكردية، وما هي طبيعة هذه المصالح؟ السؤال التالي من الأستاذ محمد حسن، بيقول المجلس الوطني الكردي يعبر عن إرادة الشعب الكردي وعن عزته وكرامته، وأنه يمثل مظلة حضارية للقوى والأحزاب والتيارات والمؤسسات الشعبية والشخصيات الكردية. المجلس الوطني الكردي يعبر عن حيوية الشعب وقدرته. هنا ما في سؤال، مداخلة يبدو لي. نعم الأستاذ محمد حسن. السؤال التالي إذن أتابع بسؤال من السيد كجال درويش، بيقول تحية الأستاذ سليمان أوسو، ما الذي سيميز المؤتمر الرابع عن المؤتمر الثالث؟ هل سيكون هناك تغيير جذري في القيادات التي فشلت في مهامها إلى يومنا هذا؟ أكتفي بهذه الأسئلة الآن. تفضل أستاذ سليمان. بالنسبة لعقد المؤتمر عبر الزوم، لم نفكر بعقد المؤتمر عبر الزوم، لأنه المؤتمر يعني جميع المشاركين هم من الداخل، يعني سواء ممثلي الأحزاب أو ممثلي المنظمات والحراك الشبابي والشخصيات الوطنية المستقلة. مؤتمر وطني بهذا الحجم الكبير من الصعب عقده عبر الزوم. يعني بالزور نستطيع أن نعقد مؤتمراتنا كأحزاب عبر الزوم، وفيها الكثير من النقاط السلبية. يعني هلأ احنا اختزلنا يعني المؤتمر، وسيتم عقده بالطريقة التي نراها مناسبا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ستجدون البيان الختامي أو يعني لأعمال المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكردي. موضوع أمريكا دولة عظمى، وتوضح موقفها بأنها هنا ليس يعني فقط جاءت أمريكا وقوى التحالف الدولي التي تقودها أمريكا، بأنهم جاءوا لمحاربة داعش يعني. وفي هذا الإطار وهذه المنطقة التي واقعة تحت السيطرة الأمريكية، يعني إذا قاموا بهذا الجانب ورعوا المفاوضات الكردية بتقديرنا من مصلحتنا يعني أن تكون أمريكا راعية لهذا الاتفاق. بس في النهاية أمريكا يعني لها مهمة أساسية ولها مصلحة، يعني إذا كانت يعني إذا سئمت من
استعداد الطرف ب يعني انجاز هذا الاتفاق بتقديري يعني تبقى موضوعها الاساسي هو محاربه داعش، وهنالك قوى عسكريه كبيره واقع تحت يديها وهي قوات قسد. أمريكا ستستمر بالاستفادة من هذه القوة ولن تدفعها باتجاه التحالف مع طرف دولي آخر. لذلك ربما أمريكا نحن نعتقد بأنها لا تمارس الضغط الكافي على هذه الإدارة ب يعني الالتزام يعني بما يتفقون عليه أو ب التوصل إلى اتفاق. بتقديري يعني ما يحصل أمريكا يعني ببداية المفاوضات كانت جادة وضغطت يعني بشكل جيد على الطرف الآخر للالتزام بالمفاوضات، إنما يعني تدخل فكك يعني هو التي يعني أفشل هذه المفاوضات. حتى جانب قسد يعني بتقديري الشخصيات التي كانوا يعني يجلسون معنا لمسنا الجدية عند الكثيرين منهم في إنجاز الاتفاق، إنما نحن نعتقد بأنه السبب الأساسي بإفشال هذه المفاوضات هو تدخل باكاكي على الخط. لذلك عم نقول إنه المفروض باكاكي أن تسحب يدها من التدخل في شؤون الكرد السوريين وتجعل أو تترك المجال أمام يعني الأطراف الكردية في سوريا للتوصل إلى الاتفاق، ويعني عندها لن يكون هنالك أي مبرر للتدخل التركي أو للقصف التركي لهذه المناطق. طيب الحقيقة يعني اقتربنا من النهاية وما زال الكثير من الأسئلة، ف بس السؤال الأخير اللي إنه حكما يعني بعد إنجاز وثائق المؤتمر وصدور البيان الختامي سيكون هنالك جلسة يعني لانتخاب قيادة جديدة كرئاسة مؤتمر، كمكاتب المجلس الوطني الكردي، كرئاسة المجلس، ويعني سيكون هنالك انتخابات جديدة، وهذا الأمر يعود إلى يعني المجلس الوطني الكردي في اختيار قياداته الذين يقودونه في المرحلة القادمة. تمام، يا ريت نختصر شوي إذا في بالإمكان بالإجابات أستاذ سليمان حتى نقدر يعني ما يزعلوا أصدقائنا اللي قد لا يصلهم الدور. يعني رح نمدد شوي بعد إذنك شي ربع ساعة إذا في مجال عن الساعتين، تفضلوا، لأنه هيك للأسف الوقت عبمر بسرعة. طيب رح أخذ سؤال أو سؤالين فقط من القائمة وأنتقل للدور. يعني في عنا سؤال من السيد جميل يوسف بيقول: للأسف المجلس الوطني الكردي أخفق بكل شيء منذ 12 عام، وقراءاتكم المشهد السوري كانت خاطئة، والمجلس ترك الساحة للبيادي. أعتقد هذا السؤال تم طرحه أيضا، تعرج عليه إذا ممكن. أيضا سؤال من بكري حمادة بيقول: أستاذ سليمان، أنت تحوم حول نفسك بدون أن تقدم أي شيء جوهري، بغض النظر عن لخبطة في معلومات، لماذا يحق لتركيا أن تدافع عن نفسها بتدخلها السافر في شؤون السوريين، ولا يحق لكم بتنديد انتهاكات تركيا في سوريا ليلة مبارحة؟ قصف أكثر من موقع، أين موقفكم من كل هذا؟ ألا يحق لكم التنديد؟ ملاحظة: حدود تركيا مع سوريا 700 كيلومتر، حدودنا مع الجارة والعدو 910 كيلومتر. طيب السؤال الأخير من السيد عبد الله كدو، وما عاد أخذ أسئلة أونلاين: المجلس الوطني الكردي ضمن الائتلاف وهيئة التفاوض السورية يتفاوض مع النظام أيضا في جنيف، لكن ضمن هذه المؤسسات لا يعترف بالنظام ولا يطلب منه أي رخص، وبالتالي المجلس يشترط على بيديه كسلطة أمر واقع شروط معينة، وعندما ينفذها سيتحول إلى شريك وحليف، وإلا فسيبقى غير معترف به شأنه في ذلك شأن النظام. بإجازة تمر على الأسئلة هاي ونتابع الدور. تفضل أستاذ سليمان. والله يعني شو بدي أرد، يعني موضوع يعني وجهة نظر الأخ، سؤال الأول، هاي وجهة نظره أنا أحترمها
بس نحن نقول بأن المجلس الوطني الكردي كان موجود بجميع المحافل الدولية لحل الأزمة السورية. نحن نقول بأن الأزمة السورية أزمة معقدة، ويعني لا أجيد تكرار ما قلته سابقا، يعني تدخلات دولية وإقليمية، يعني الأزمة السورية أصبحت أزمة دولية، وأصبحت سوريا ساحة لتصفية الحسابات الدولية. يعني ليس الموضوع أنه والله أخفق المجلس الوطني الكردي، بالعكس المجلس الوطني الكردي متوسط متمثل ب يعني متمسك بالحقوق يعني الشعب الكردي، وأيضا موجود بجميع المحافل وفي لقاءاته الدولية دائما، يعني الموضوع الكردي موجود في جميع هذه، وحتى مع الأمين العام للأمم المتحدة في لقاءات الائتلاف وهيئة التفاوض على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، دائما المجلس الوطني الكردي موجود ويدافع بضراوة عن حقوق شعبنا، ولا يمكن أن يكون هنالك حل سياسي للأزمة السورية بدون حل القضية الكردية. وأيضا المجلس الوطني الكردي هو يمثل مصالح الشعب الكردي في هذه المحافل التي تحصل، يعني اجتماعات اللجنة الدستورية وجميع المؤتمرات التي حصلت اعتبارا من جنيف 2 وحتى تاريخ اليوم. يعني شأنه، يعني الأخ المداخل الذي سأل يعني يرى بأن المجلس أخفق، هذه وجهة نظره واحترمها. نحن يعني موضوع تركيا موقفنا واضح، نحن نقول ليس حلا الموضوع الهجمات التي تحصل. نحن ندين يعني جميع يعني أي هجوم يستهدف المدنيين ندينه، ونقول ليس حلا، لا بد من إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. موقفنا واضح، يعني حتى للجانب التركي عندما نلتقي به موقفنا واضح، لأن القضية الكردية قضية أساسية ويجب أن يتم حلها في إطار الحل السياسي للأزمة السورية. الأستاذ عبد الله قدو ذكر يعني موضوع مهم يعني كثير، يعني هي عم نتفاوض مع النظام، ونحن نقول هذا النظام هو من أوصل سوريا وأوصل الشعب السوري إلى هذا المنوال الذي نعيش فيه. يعني الشعب السوري الذي كان يعني حتى إذا كان سابقا يعمل كعامل، أجرة العامل السوري كانت أغلى من أجرة جميع العمال الأجانب في أي دولة، سواء دول الخليج أو أي دولة أوروبية، لأن السوريون كانوا يعني جديرين بجميع المجالات. للأسف هلا يعني هذا النظام أوصل الشعب السوري إلى أن يعني مآلات يعني لا يحمد عليها. يعني حقيقة نأمل، يعني نؤكد ونكرر ما نؤكده، أنه يجب على المجتمع الدولي عاد نظر بمسألة السوريين والشعب السوري والقضية السورية، أن يعني السوريين لم يعد يحتملوا أكثر من ما احتملوا. نعم، جزيل الشكر أستاذ سليمان. سنتابع الدور بعد إذنك أستاذ علي مع الأستاذ بسام العيسمي، ومن ثم الأستاذ منير الحريري والأستاذ عبد الوهاب خليل. أستاذ بسام، تحياتي، مساء الخير لك وللأستاذ علي وللأستاذ سليمان ولمنتدى المستقبل، من شان ما يزعل علينا الصديق رزان. أنا بدي أختصر كثير، كنت بدي أحكي يعني شوي مطولا، لكن بدي أختصر، بدي أنطلق على رأسي. شكرا. بدي أنطلق من أنا سوري وأخاطب سوريين، بالتالي إذا يجب أن نقف الآن مراجعة فقط لهذا الوضع بعد 11 أكثر من 11 سنة، فيعني ماذا يمكن أن نعمل؟ يجب أن نستعيد سوريتنا من حالة التقسيم والتشتت اللي يعني نستعيدها من سلطات الأمر الواقع والقائمة بإرادات خارجية. كل قوة هي قائمة بإرادات خارجية، يعني كان الجيش الوطني في الشمال، أو كان يعني مناطق الإدارة الذاتية أو النظام أو إلى آخره، مشان حتى ما يعني في حالة التفتت هاي والكل راهن قرار والخارج. علينا جميعا كسوريين
إذن الانفتاح على بعض ما بمختلف قوانا الوطنية والثورية وتكويناتنا على كامل الجغرافية السورية والتجسير بين المناطق الثلاثة. فلذلك وهذا يتطلب أن نحرر يعني تحرر هذه القوة لقرار الوطني يعني من التبعية للخارج. بعدين يعني وهذا يتبع يعني هو استعادة القوى الكردية بالمقابل على القوى الكردية استعادة قرار الوطني وتحريره من الهيمنة والتبعية للخارج وإجراء حوار داخلي بين أطراف الرئيسين الرئيسيين وهما المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية للوصول لتصور مشترك لواقع الثورة الراهن ومسارها والمستقبل وطبيعة النظام السياسي المنشود وكل تفصيلات الحدث السوري، فهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري. وهذه خطوة تكون بالاتجاه الصحيح، تمهد لحوار وطني بين جميع قوى المعارضة والثورة، وتصب في مصلحة تضييق مساحات الفوضى والتبعثر على الساحة السورية. وهون يعني أنه الأكراد أنا بشوف أنهم يحملون كل تشوهات الاستبداد، يعني هني ما بيختلفوا عن العرب إذا صح التعبير، لأنه يعني في هاي المنطقة اللي ما تسمى منطقة الأكراد أو اللي بتواجدوا فيها الأكراد هناك أكثر من 100 حزب كردي سياسي. لو كانوا جمعيات يعني كان مقبول يعني، بس لكن يعني كلهم أحزاب، فيعني أنه أحزابنا نحن كلنا كعرب وكرد وكل التكوينات السورية هي دكاكين سياسية ما خلا البعض، ما بدي يعني نحن نظلم الكل. فأنا بشوف أنه على القوة الممثلة للكرد بالسوريين بالساحة السياسية والعسكرية أن تنخرط بشكل جدي عبر ممثليها بالمشروع الوطني السوري وتقطع مع النظام، لأنه لا يستطيع إعطائها أي شيء، فهو غير قادر على أن يغير طبيعته وبنيته المافيوية ولا سلوكياته وممارساته، وبالتالي ما راح يلحقن يعني ما راح يعيد هذا الحوار مع النظام على الأكراد بأي فائدة. يعني بمعنى أن نغادر وهم إغراء مسارات الخلاصات الفردية التي ستضعف الجميع دون استثناء، لنكون جميعا شركاء في صياغة وتحديد ملامح المشروع الوطني السوري وبناء مرتكزاته. وهذا يعني أن نعيد إعادة تعريف الهوية السورية كلنا، التي تضع الجميع كأفراد على قدم مساواة دون تمييز أو أفضلية لأحد على أحد. ولا يعني هذا أن نعيد إنتاج الهوية السورية أن إلغاء حقوق وخصيات المكونات المجتمعية القومية والدينية والمذهبية، لا أبدا. فبالتالي يعني أنا مع أن ينجز الكرد بناء القومي مثل بقية الدول الأخرى، بس لكن يعني أنا بشوف أنه يعني لننظر إلى الواقع، لننظر إلى الواقع الآن. يعني الأكراد مرة تلو المرة يمنحون ثقتهم للأنظمة التي يعني تستثمر بهم ويبنون سياساتهم على استثمار بعض التناقضات والهوامش اللحظية المؤقتة اللي بتفرضها صراعات الأنظمة والدول. لنتذكر ماذا حدث بجمهورية مهاباد في إيران 1946، بمملكة كردستان في عشرينيات القرن الماضي، الاستفتاء الأخير اللي حدث بكردستان العراق 2017. فبالتالي يعني المسألة إنجاز البناء القومي التركي يبدو مستحيلاً الآن، وعلى الأكراد كما قال الأستاذ سليمان أنا أحييه يعني أن ينطلقوا من يعني هناك خاصية للأكراد السوريين للأكراد العراقيين، لدينا يجب أن تكون لدينا علاقات حسن جوار مع كل الدول اللي حوالينا، علينا أن ننجز البناء السوري والانطلاق من العام إلى الخاص، من العام المشترك اللي هي السوري بناتنا إلى الخاص، لأنه إذا ما نطلع من الخاص يعني ننطلق من الخاص للعام والعام غير مكون، معناته هذا تشتت. ولا أتكلم فقط بالنسبة للأكراد، كلنا يوم قامت الثورة السورية أغلب القوى انطلقت من خاصيتها لتخطف سوريا، لتخطف الثورة السورية إلى يعني إلى مساحاتها، وبالتالي يعني كان هناك وهم خلاصات فردية عند إخوتنا الأكراد، وكان هناك أيضا يعني مارس هذا الدور أكثر من قوة على الأرض وانحسبت على الثورة. فيجب أن نعود لإعادة تعريف هويتنا السورية، و
يجب أن ننطلق من السوري لإعادة بناء البرنامج الوطني الذي يمكن أن يعيد أو يبني يعني مقدمات لبناء يعني لحالة تأسيس قد تكون يعني قادرة على لملمة هذا التبعث اللي نحن فيه. وشكرا. نعم شكرا. أسمع الإطالة. شكرا أستاذ بسام، مداخلة عظيمة جدا. أستاذ سليمان رح نأخذ أيضا الأستاذ منير الحريري، أكيد أنت سجلت النقاط، تفضل أستاذ منير. مساء الخير. مساء. الصوت واضح؟ نعم تفضل. أنا راح أختصر الكلام. الكلام هو في كلام شيء مش صحيح، وكلام كثير جميل، وخاصة أنا بتطرحه وطرحه الأخ مهند قاطع، لكن أنا بقول يا شباب الأكراد أو الكرد بالما أخذ، هو الكرد طبعا تسمياتكم أفضل، مكون سوري وطني من أساس سورية موجود، قسم إجب بالعشرينات أو بأواخر العشرينات أو ببدايات العشرينات، لكن شو اللي صار بعد 62 والإحصاء اللي صار، صارت هناك الأحزاب الكردية. الأحزاب الكردية النظام ساهم في صناعتها وساهم في انشقاقاتها، وأنا من النظام بحكي هذا الحكي، وأنا خادم مع بالنظام وبعرف خادم بالحسكة. النقطة الثانية، يوما مالت الكفة إحنا على عداء كنا مع الأتراك، حوينا البيكيكي، حوينا أوجلان، بعد ما صار إن ضغط علينا من تركيا وتهديدات سليمان دمرين ب 98 سلمنا أوجلان في أوغندا والمخابرات السورية سلمته. وصارت اتفاقية أضنة اللي أنتم تعرفوها كلها. في النهاية هون عندما بدأت الثورة ما كان فيه بشيء بالحسكة، بدأت مظاهرات شوي من أخواتنا الكرد، أطلق النظام مسألة الباي وايدي، وقال لهم أنتوا استلموا لأنه أنتوا صغلتنا، أنتوا الرديف تبع البي بي كي زلمتنا القديم اللي أهم من الأحزاب الكردية الثانية. خليني أكمل بعد إذنك، بس أنت حط بمعلومك أنه المداخلة فقط دقيقتين بعد إذنك. أنا ما خلصت بس شوي دقيقة معليش استني علي. المهم الأمر هو أعطى الأزلام وسلم كل مواقعه النظام للبيكيكي، سلمه تسليمه وخرجوا على شرط أنهم ما يقاتلوش الجيش الحر، هذا الشرط تبع النظام ولا زال المربع الأمني إلى الآن. وأنا برد شوي صغيرة على الأخ نمرود حكى عن الدواعش، معليش الدواعش هم من النظام. وأحداث غويران في جسر في سجن الصناعة كان سببها وجود أكثر من 100 ضابط للنظام موجودين في سجن غويران في عندك مشكلة بالإنترنت أستاذ منير. صوت مو واضح. عندك مشكلة بالإنترنت. وهذا واحد من الأحداث مش بس مسألة 150. بطيء. طيب خلص أنا بعد هذا. شكرا. ولا يهمك، أهلا وسهلا. الآن نتابع مع الأستاذ عبد الوهاب. بس بدنا نعلق على هالمداخلات. هن المداخلتين سجلت النقاط أستاذ سليمان ولا بتحب؟ ما بدي أعلق يعني الأستاذ بسام مداخلة قيمة. تفضل. الأستاذ بسام مداخلته قيمة وشكرا على الأفكار، يعني حقيقة المفروض دائما السوريين يلتقوا ويستفيدوا من بعضهم. بس اللي أحب أكده بهذا الجانب، المجلس الوطني الكردي لم يفقد بصلته، حاول بناء يعني البيت الكردي وانطلق إلى البيت السوري واتفق مع جميع أطراف المعارضة، لأنه الائتلاف كان يعني يحوي في صفوفه جميع مكونات المعارضة السورية واشتغل صح ولا زال مستمر بهذا الجانب. موضوع الأخ منير يعني على ما يبدو يعني مسؤول بالنظام كان سابقا، اللي أريد أكده أن الكرد موجودين قبل هذا التاريخ الذي ذكرته، الكرد أصحاب الأرض وموجودين يعني منذ القدم، هذه المناطق مناطق كردية بامتياز. وعندما نقول مناطق كردية لا يعني بأننا ننكر الوجود العربي أو الوجود السرياني، نحن نقول كلنا شركاء في هذا الوطن، بس هذه المناطق لا يمكن أن نقبل بمصطلحات أنه والله إنكار هذه، يعني نحن نقول أنه هذه المناطق كردية تاريخيا والآثار تحت الأرض تثبت ذلك، ولسنا بصدد إثبات هذا الجانب. أوضح شغلات يعني فعلا صار استلام التسليم بين البي واي دي والنظام يعني. تفضل إذا في مداخلة ثانية فضل. نعم ننتقل ونتابع مع الأستاذ عبد الوهاب خليل.
مساء الخير استاذي، تحياتي لك ورحاب صدرك وكل الشكر لمنتدى خيار مستقبل السنة. بصراحه يعني هلا بالنسبه لموضوع الرخصه، هلا الاداره الذاتيه عم تنظر بعين الشراكه للمجلس الوطني الكردي، وكان موضوع اللي هو موضوع المحاصصه. فلما بيكون موضوع المحاصصه اذا الطرفين عم يعتبروا حالهم شركاء، فاعتقد الشريك يعني ما بتنفرض عليه الرخصه. هلا بالنسبه لموضوع الحوار الكردي، الصوت عم ينسمع منيح؟ نعم تابع. بالنسبة للحوار الكردي، طبعا هلا كلياتنا بنعرف انه الحوار الكردي ضرورة مرحلية وتاريخية، لكن البيئة المناسبة غير متواجدة. حتى الامريكان لما باشروا بالحوار الكردي بعد انتهاء او قضاء الاعلان على داعش، حاولوا انه يطرحوا موضوع هو انه هن موجودين مشان الملف الكردي وعم يعملوا مشان الحوار. اذا هن شرعا وجودهم من خلال الوثيقة اللي قروها قبل فترة او قبل عام ونصف او اكثر. هلا بالنسبه للمجلس الوطني، راح نضل مثلا نخلي الحوار الكردي بالنسبه لنا كشماعه، ونحصر القضيه الكرديه والمطالب الكرديه وحق المواطنه وحق العيش المشترك فقط بالحوار الكردي اللي ما له ارضيه موجوده حاليا. انا بقترح انه بما انه المجلس الوطني الكردي لديه قنوات تواصل مع الدوله التركيه ولديه قنوات دبلوماسيه سياسيه مع الدوله التركيه، ليش ما بيتم تشكيل وفد لمقابلة الدولة الحكومة التركية، ويعني إعلامهم أنه المناطق الروجافاية كردستان مو بس فيها باكاكي أو مو بس فيها حزب العمال الكردستاني، فيها كمان شخصيات تانية، أحزاب تانية، الأكراد مو كلهم حزب العمال الكردستاني. يعني بعتقد أنه لو يتم تشكيل وفد خلال هذه الأيام ونتيجة قصف متواصل على مناطقنا بتكون خطوة إيجابية للمجلس. عم بحاول عجل. النقطة الثانية، الضغط على الدولة التركية، بما أنه تركيا عم تقول أنه الإدارة الذاتية هي إدارة إرهابية، فليش تركيا ما بتزيد حصة المجلس الوطني ضمن هيئة التفاوض ولجان الدستور بالنسبة للمجلس الوطني الكردي؟ السؤال الثالث، ليش المجلس الوطني ما عم بيحاول يعمل عملية انفتاح مع الأطر الكردية خارج إطار الإدارة الذاتية؟ في عنا أطر كردية كثيرة، في عنا تيارات كردية، فليش المجلس الوطني ما عم بيحاول يعمل عملية انفتاح مع الأطر الكردستانية الموجودة في مناطق وجغاية كردستان؟ هلا بعد التقارب التركي السوري بالفترة هاي، وخاصة بعد تهيئة أو إدخال جبهة النصرة إلى مناطق عفرين، أعتقد السورية مقبلة على مرحلة جديدة. ليش المجلس الوطني ما عم بيحاول يعمل انفتاح مع قوى المعارضة خارج الائتلاف، قوى المعارضة السورية، وجعل القضية الكردية قضية وطنية بامتياز؟ وايضا ايجاد الهويه الوطنيه الجامعه، بعتقد العمل على هالجوانب هدول بيكون افضل من العمل على الحوار الكردي اللي لا الارضيه مناسبه ولا الامريكان عندهم ايضا مصداقيه في هذا الحوار. كل الشكر. نعم، جزيل الشكر استاذ عبد الوهاب. تفضل استاذ سليمان. بالنسبه للموقف يعني من الاداره، يعني لا اريد ان اكرر ما قلته سابقا، عندما نتكلم عن الحوار والمفاوضات الكردية الكردية، هذا لا يعني بأننا ننام ونترك يعني موضوع وجودنا والدفاع عن مصالح شعبنا في جميع المحافل الدولية. يعني نحن مستمرون في نضالنا بين شعبنا. يعني وعندما يتم السؤال عن، يعني طبعا نحن نقول علنا بأن الاتفاق الكردي الكردي يختم القضية الكردية، يعني أو يختم القضية الكردية وجميع يعني الأطراف الكردية. لم نجعل من موضوع المفاوضات أو الحوار الكردي الكردي شماعة، يعني لم نعول. بس نحن عندما طلب الأمريكان ويعني حاولنا التوصل إلى اتفاق، يعني نحن مارسنا قناعاتنا، نقول أنه عندما نستطيع أن نتفق على شيء معين بيننا ككرد يخدم شعبنا، إنما الطرف الآخر هو من يرفض. يعني هذه نقاط نوضحها للشعبنا وللسوريين بمجملهم. موضوع يعني الانفتاح على أطر المعارضة السورية، دائما نحن منفتحون، والمجلس الوطني الكردي لم يؤجل شيء. يعني المجلس الوطني الكردي ساهم في مع المكون السرياني والمكون العربي بإعلان جبهة السلام والحرية، وجبهة تمثل المكونات الثلاثة
في هذه المناطق، يعني بتقديري جبل السلام والحرية تعبر تعبير حقيقي عن الوجود الكردي والوجود السرياني والوجود العربي، وبتقديري كانت خطوة جيدة ونحن مستمرين في هذا الجانب ومنفتحون على جميع أطراف المعارضة، ودائما أيدينا ممدودة لجميع الأطراف لنتباحث ونتحاور ونتفاوض ما يخدم مستقبل سوريا ومستقبل جميع المكونات السورية. شكرا للأخ عبد الوهاب. شكرا، شكرا لك أستاذ سليمان. في الحقيقة تجاوزنا الوقت بكثير، لهيك هلا في إضافات جديدة بعد القائمة اللي موجودة ما رح ناخذ، الأستاذة راغدة الحريري، الأستاذ صبري رسول، الأستاذ محمود برو، والأستاذ أمين، والأستاذ عمر سليمان. نقطة ونوقف هنا، فأرجو أنه ما عاد تضاف أسماء أخرى على الدور، وما عاد نستقبل للأسف كمان الأسئلة أونلاين. رح ناخذ الأستاذة راغدة الحريري. يعطيكم العافية، شكرا للأستاذ سليمان، شكرا لجميع الحضور. أنا بدي أعطيكم وجهة نظر المواطنة العادية، لا بفهم بالسياسة ولا بفهم بالأحزاب ولا بعرف شو مجلس كرد، مجلس وطني كردي، ليش كردي؟ يعني أنا بستغرب لما بسمع حق تاريخي وما حق تاريخي. أنا بدي لكم شغلة صارت معي مع طلابي بيوم من الأيام بسنة 2004 لما صار انتفاضة الكرد بالشمال، وكان عندي جزء من الطالبات، تقريبا ثلث الطالبات كانوا كرديات، واجوا عم يبكوا متضايقين وانه اخذوا شبابهم. طبعا هي بلشت انه هجموا على السيارات، انا ما كان عندي فكرة شو القصة، لما هجموا على السيارات المواطنين العادية الموجودين بمشروع دمر وكسروها، ومن بين بعض زملائنا الفلسطينيين تكسر السيارات. المهم مو المهم، مو هذا المهم، المهم انه احد الطالبات اللي كانوا كثير مزعوجين وعم يبكوا طبعا معهم مليون حق، بتقول لي آنسة انت بعرفك عادله، طيب قامش لي قلنا ولا مو قلنا؟ قلت لها شو قلنا ولا مو قلنا؟ قلت لها نحن كمسلمين 100,000 طائفه، في عنا سنة، في عنا شيعة، في عنا إسماعيلية، في عنا علوية، في عنا كذا، كقوميات نحن عرب وأكراد وأرمن وشركس وما إلى ذلك. شو لك هاي سوريا الصغيرة نقسمها بين هالمجموعة كلياتنا، شو بده تصير أجزاء أجزاء؟ ليش ما تحطي إيدك بإيدي؟ أنت مظلومة وأنا مظلومة ونطالب. طبعا هذا كان الكلام مرعب بالنسبة بهذاك الوقت إنه ممكن نصل للمخابرات، يعني يوميتها أنا ما نمت طبعا. فهذا اللي جاوبت اياه، هي سكتت انه حطي ايدك بايدي لنطالب بحقوقنا، حقوقنا اللي لسه كتير لحتى نحصل عليها. اما انه والله حق تاريخ وما حق تاريخ، ونحن احنا جينا بالوقت الفلاني ولا انتوا اجيتوا بالوقت الفلاني، لا في اثار، لا ما في اثار، يعني هذا شرح بيطول وبيلعن النفس بصراحه. طيب. فنحن عرب سوريين، نحن سوريين اول، قبل ما نكون عرب وقبل ما نكون كرد وقبل ما نكون شركس وقبل ما نكون أرمن، نحن سوريين. فياريت ياريت أنه نحط إيدنا بإيد بعض لحتى نقف بوجه الأسد وهالعصابة الحاكمة اللي هي قسمتنا وشرزمتنا وهدمت بيوتنا، ونحن بدنا نروح نصالحها لسه؟ يعني أنا ما عم بفهمك، أنا عم بقول لكم نظر مواطنة عادية. شكرا لكم. شكرا لك استاذ راغد الحريري. استاذ سليمان رح نستمر، يا ريت سجل عندك وبعطيك الدور بعد شوي، ملاحظاتك او الاسماء او كيف بدك ترد انت. بدي ارجع على الدور، وعندي الاستاذ صبري رسول. استاذ صبري مساء الخير لكم والاستاذ سليمان. هلا. في عندي بداية توضيح ثم سؤال لأستاذ سليمان. يا ريت المعروف أستاذ صبري. نعم. أقول يا ريت بإيجاز إنه كثير تأخرنا. من سمات الأنظمة الشمولية أن يخلقوا مشاكل وأزمات لشعوبها ولخصومها المعارضين، فهذا الحزب بايدي سينقلكم يا أستاذ سليمان من أزمة إلى أزمة، والمفاوضات تعرفونها بدقة أنها لن تفضي إلى أي نتائج، بل تضع أمامكم متاهات بلا نهايات. ورد في بداية حديثك أستاذ سليمان أنكم
حصلتم بشكل شفاهي على موافقة أمريكية على عقد المؤتمر بموافقة ضمنية من السيد مظلوم عبدي، لكن في الأخير جاءكم القرار بمنع الانعقاد، بما يوضح بأن هناك أكثر من جهة أو أكثر من مركز للقرار في بايدي. هل سيد مظلوم عبدي يقود اتجاها مغايرا للسياسات بايدي وباكاكي، أم أنه يلعب دور معين؟ ثم تعرفون بأن بايدي كحزب سياسي لا يؤمن بالمسألة القومية، فعلى ماذا تتفاوضون؟ شكرا. شكرا لك أستاذ صبري رسول. وأستاذ الآن أستاذ محمود برو. أستاذ محمود. ماشي، مساء الخير للجميع، وشكرا جزيلا لإدارة منتدى تيار المستقبل أستاذ ريزان وإلك أستاذ علي والأخت نورجان على جهودكم القيمة، والشكر الخاص لضيفكم العزيز الأستاذ سليمان أوسو الشخصية السياسية الحالية. تذكر الأستاذ سليمان بأن أحد الأسباب منع البيدي لعقد المؤتمر هو لا يؤمنون بالشراكة، أما نحن فنعمل من أجل الشراكة. والسؤال، ما هي القواسم المشتركة بين المجلس والبيدة لتبني عليها الشراكة؟ هذا سؤال واحد. اثنين، أنه نحن نعلم أنه هن قتلوا الحياة السياسية بالكامل ناهيك عن عمليات أخرى متنوعة مثل خطف الأطفال والاعتقالات وإلى آخره، نقاط كثيرة لا أدخل بتفاصيلها. بخصوص تقديم طلب الرخصة، أكد الأستاذ سليمان بأنه ما بيعترف فيهن وما راح يقدم على الرخصة، وأنا موافق معه تماما شكلا وقلبا، لكن إذا لا تعترف بالسلطة والسلطة أيضا بنفس الوقت لا تعترف فيك، فكيف راح تعلن الشراكة معهم أو تعمل من أجل الشراكة؟ ألا يدخل في خانة المفارقة السياسية مثلا؟ أطلب من الأستاذ سليمان التوضيح ولو بإيجاز. السؤال الأخير، هل تؤمن بالوصول إلى توافق معهم عندما تطرقت إلى الحوار، لا سيما وهم يعيشون تحت سيطرة البككة وتحت قراراتهم، وأيضا غالبية قياداتهم في سوريا من غرب كردستان من أبناء الشعب الكردي، هم كوادر في حزب العمال الكردستاني. وعفوا قلت السؤال الأخير بس مو الأخير، قبل يومين كان عندي ندوة سياسية إجاني سؤال، هل عفرين كان ضمن أجندات المؤتمر الرئيسية لكم أستاذ سليمان؟ وهل تعملون جد بحول عن شو اسمه من أجل توسيع المجلس الوطني الكردي وتطويره من خلال تشكيل لجان متنوعة أخرى، مثلا لجنة متابعة وضع المعتقلين والمفقودين؟ والشكر الجزيل لكم. أنا استعجلت شوي مشان الوقت، لا تأخذونها. جزيل الشكر، جزيل الشكر، وأنت كثير دقيق بتوقيت وطرح الأسئلة. شكرا لك أستاذ محمود برو. رح أخذ الأستاذ أمين والأستاذ عمر سليمان وننهي. أستاذ أمين. شكرا لكم، شكرا للجميع والأستاذ سليمان. لغة الخطاب مثالية نظرية وليست عملية، لم تقدم حلولا ولم تقنع الجمهور والمشاهد وخاصة من أعضاء المجلس الكردي أو من جمهوره. تبرير للفشل، فشل المعارضة، لغة المعارضة بهذا التفاوض والحوار هو التنازل. إذا لم تستطيع أن تنازل هو فن الممكن. فمن أجل رخصة شكلية تستطيع أن تأخذ، أعرف أعضاء المجلس وقيادات المجلس الكردي يأخذون رخصة من أجل قنينة الغاز لمصلحة شخصية، ولكن من أجل الشعب الكردي، من أجل مصلحة الشعب الكردي يرفضون. هذا يعود إلى أن القرار مثلما في الإدارة الذاتية القرار ليس عائد لهم، ففي المجلس الكردي أيضا القرار ليس مستقلا. فالنقطة أساسية انتهاكات في عفرين وسريكانية وتبرير الفشل بانتهاكات القسد أو بيدي. لنكون واضحين وصريحين في مداخلات الأعضاء، قالوا أنه يوجد 100 حزب كردي، صحيح، هذا صحيح. في عائلة كل كردي هناك حزب، عمي برزاني وأخي يكيتي وأخي الثاني ضمن فيدي وأخي الثالث الحشوعي، فهذا هو الجمهور الكردي، هذا هو البنية التحتية الكردية.
لا تستطيع فصل هذا هو بيدي وهذا هو التقسيم. هذا هو التقسيم الذي يرفض الحوار، الذي يرفض التعاون، الذي يرفض الوحدة، الذي يرفض لغة الخطاب أغلبية الأعضاء المشاركين. نعم. هو لغة الكراهية والحقد، وليس لغة النقاط المشتركة بين الكردي والعربي. هناك لغة مثالية، نعم نريد وطنا مشتركا، نريد الأخوة العربية الكردي، ولكن بهذه اللغة أنه الحق التاريخي والنقاط الخلافية، لنبحث عن الحلول. أين الحلول؟ أين النقاط العملية؟ أين هو القرارات اللي تنطبق؟ عم يقول لي قرار 2019 أمريكي، قرار أمريكي أو إدارة ذاتية. يا أخي الأمم المتحدة عشرات القرارات لم تطبق، المادة 140 20 سنة لم تطبق، القرارات اللي أخذها الدول لا تطبق. عم تفاوض النظام، عم تفاوض جميع الروس والنظام والأمريكان والإيرانيين والفصائل وداعش وكل الناس. فإذا لم نبحث عن النقاط المشتركة ونقاط الحوار والتفاوض ونكون عمليين واقعيين عقلانيين، لا نكون نظريين مثاليين، بهذه أعتقد بهذه أن نصل إلى حقيقة واحدة. تمام. يجب أن نكون واقعيين نمارس السياسة، وليس نمارس الخطابات المثالية الطوباوية ونريد سوريا كل موجود المكونات في سوريا لهم انتهاكات ولهم أخطاء ولهم. فلنبحث عن لغة مشتركة، فلنبحث عن حوار مشترك، فلنكن حقيقيين. لماذا المعارضة لا تتفق مع قصد؟ لماذا قصد لا تتفق؟ هناك أجندات لا تريد. وأكبر مثال سيمالكا، لا تستطيع مجلس الكردي أن تفتحها لتخدم شعبها الكردي في هناك. لنترك الخلافات، لنترك التبريرات، كفى تبريرا للفشل. طيب. لنعمل بجد ونتنازل ونعترف بأخطائنا. شكرا لكم. شكرا. وأتمنى لكم النجاح. شكرا لك أستاذنا، وتكون الختامة مع الأستاذ عمر سليمان، والكلمة الأخيرة بعد ذلك لك أستاذ سليمان. أستاذ عمر، مساء الخير للجميع. أستاذ مساك، شكرا على هذا اللقاء، شكرا للجميع، شكرا أستاذ سليمان والأستاذ علي والأستاذ نورجان، وشكرا لمنتدى المستقبل. الحقيقة كان لدي الكثير من الأسئلة، لكن الأستاذ سليمان أصرناك بالوقت، وبعدين الأستاذ أرهقنا للأستاذ سليمان اليوم. بالضبط. لذلك أنا بتنازل عن الأسئلة اللي كان دور بخلدي كما يقال. تمام. لأنه الأستاذ سليمان أجاب عن جميع الأسئلة، وشكرا لكم وشكرا للجميع. جزيل الشكر لك أيضا، وختامها مسك كما يقال، معك التعميم عن كل ما سمعت الثلاث أو أربع مداخلات الأخيرة أستاذ سليمان روسو. شكرا للجميع. يعني الأخت راغدة الحريري يعني قدمت خطاب، طبعا نحن كلنا سوريون، للأسف هذا النظام هو الذي جعلني بعيدا عنك، وأن لا تفهمي بأن هنالك مدينة اسمها القامشلي فيها مكونات سريان عرب كرد، غالبية هذه المدينة مناطق سورية غالبيتها يعني من المكون الكردي. الكرد هم من كسروا حاجز الخوف في دمشق، في ربيع دمشق، يعني هم من قاموا بالاعتصامات والتظاهرات أمام البرلمان السوري. هذه خطوة تسجل للكرد. نحن نقول بأن الثورة السورية بدأت من انتفاضة 12 آذار 2004. للأسف النظام يعني وسياساته وممارساته والعقلية الشوفينية التي مارسها مع السوريين عندما أوضح بأن هنالك الكرد يريدون أن يقتطعون جزء من سوريا، وهذه كانت كذبة كبيرة. لم يطرح أي طرف كردي وتجزئة سوريا، إنما يقولون نحن
كلنا شركاء ويجب أن يكون لكل شريك حقه في سوريا المستقبل. موضوع يعني الأستاذ صبري رسول يعني طرح الكثير من الأسئلة، شكرا على هذه الأسئلة. عندما نتحاور يعني نحن توافقنا على رؤية سياسية مشتركة، أغلبية النقاط التي قرأتها من البرنامج السياسي للمجلس الوطني الكردي كلها تقاطعات من الرؤية السياسية المشتركة التي اتفقنا فيها وبرعاية الأمريكية مع PYD. يعني بتقديري عندما تتحاور ليس بالضرورة أن يكون كل شيء مثل ما أنت تريد، بس المهم أن تتفق على نقاط تخدم مستقبل شعبك. بالنسبة للأخ مظلوم عبدي، بتقديري توقيعه على وثيقة الضمانات مع السفير الأمريكي ديفيد براونشتاين أكبر إثبات بأنه يقر بأن الطرف الذي يقوم بهذه الانتهاكات هو PYD والمسلحين التابعين PYD. موضوع يعني تقييم شخصي ليست مهمتي. الأستاذ إبراهيم عفوا محمود برو، شكرا يعني أخ وصديق. بتقديري عندما يعني ننطلق من المصلحة الكردية السورية هنالك الكثير من القواسم المشتركة بيننا، لذلك نقول أولا يجب يعني أن يخرج PKK من يعني المعادلة السياسية الكردية السورية، عندها يمكننا أن نتفق، وبتقديري نستطيع أن نتفق يعني، وما أنجزناه في يعني المفاوضات التي حصلت برعاية أمريكية بتقديري يعني كل ما أنجزناه كانت جيدة وموجودة وموثقة عندنا. العبرة في الالتزام بهذه المفاوضات حكما يعني في أي لقاء وأي محفل للمجلس الوطني الكردي موضوع معاناة شعبنا في عفرين وسريكاني وغريسبي من أولوياتنا، ودائما هم كبير بالنسبة لنا وضع شعبنا ومسألة عودة النازحين إلى ديارهم وإلى مناطقهم. لم نغمض أعيننا عن الانتهاكات التي تحصل في جميع المناطق الكردية وليس في المناطق التي تديرها PYD. مناطق عفرين وسريكاني وغريسبي دائما كنا ندين ويعني بشدة كل الانتهاكات، وهمنا الوحيد هو إعادة أهلنا إلى ديارهم وإلى بيوتهم. هذه من أولويات المجلس الوطني الكردي وفي جميع لقاءاته مع الأطراف الإقليمية والدولية ومع الائتلاف، وهذه نقاط مهمة بالنسبة لنا. الموضوع الأخ أمين والخطاب والمثالية والحلول، أنت ذكرت نقطة كويسة يعني قلت أنه بالعائلة الواحدة فيها المجلس واليكتي والPYD والإلى آخره، لذلك نحن نقول من مصلحة شعبنا أن نتفق، أن نتفق طالما العائلة الوحدة تحوي كل هذه المكونات السياسية بإمكاننا أن نتفق. يعني الأخ ممكن أن يتفق معه أخوه ولو أنه كان مختلف معه شيئا يعني بعض الشيء. يعني بتقديري يعني موضوع يعني هو قيم أنه الفشل هذا عائد له، ولكننا نحن موجودون ونعمل من أجل مصالح شعبنا، نعمل من أجل سوريا المستقبل. القضية السورية صارت أكبر من يعني جميع الأطراف السياسية عندما دخلت يعني البندقية للساحة السورية، أصبح الصوت العالي هو لصوت البندقية. لذلك الأطراف السياسية التي عملت في المجال السياسي بقي دورها إلى حد ما يعني محدود لعدم تمكنها من السيطرة على قضية. موضوع سوريا أصبحت قضية دولية ليست موضوع أطراف، يعني هذا الطرف قوي يقضي على الطرف الآخر. موضوع قضية دولية يجب أن تتوفر الإرادة الدولية
في إيجاد حل للأزمة السورية، وأؤكد للمرة الألف بأن الشعب السوري لم يعد يحتمل هذا النزيف والإهانات التي يتعرض لها السوريون بجميع مكوناتهم القومية والدينية. مصلحتنا تقتضي ويجب علينا جميعا الضغط باتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. شكرا على يعني للجميع الأخوة الحضور الذين داخلوا وسألوا والذين لم يداخلوا. نحن نقول يعني ليس بإمكاننا أن نقدم كل شيء، إنما هذا اللقاء. شكرا لإدارة المنتدى، منتدى المستقبل، والأستاذة نورجان والأستاذ علي الحاج حسين، بتقديرنا مجرد أن نلتقي ونتحاور ونسمع بعضنا البعض نعتبرها خطوة إيجابية من أجل بناء سوريا المستقبل، ولا بد من إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. شكرا لكم جميعا، نتمنى أن نلتقي في لقاءات أخرى لخدمة مصلحة شعبنا بكل مكوناته لكل السوريين. شكرا لك أستاذ سليمان. الحقيقة نعتذر لمن لم نوفق بإشراكه بالحوار، وبشكرك أستاذ سليمان لصبرك وجهدك، أرهقناك اليوم. أستاذ نورجان، وصلنا لنهاية المشوار، والخاتمة معك. نعم، كانت بالفعل ندوة غنية شارك فيها مثقفون من مختلف المكونات. جزيل الشكر للأستاذ سليمان أوسو، وأيضا الشكر موصول لكل من شاركنا الحوار وللمتابعين أونلاين. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية المشوار، ودمتم بخير.